مساء الخير على مشاهدينا مشاهدي موقع سين في كل مكان، واهلا وسهلا بكم. معكم مراسلكم القرشي حسن، موجودين معاكم في اللايف ده. هنتكلم فيه عن علم تفسير او تأويل الرؤى من القرآن والسنه. هنتكلم النهارده عن الاخطاء الشائعه عند اغلب الناس، وايضا الفرق ما بين الرؤيه والحلم. ده اللي هنعرفه النهارده مع مفسره الاحلام الشهيره زينب الصديق. ازيك يا زينب؟ الحمد لله تمام. قولي لنا بقى زينب، عشان ايه الموضوع ده يعني موجود عند كل الناس؟ علم الرؤى ده حلال ولا نبدا يعني ايه الفرق طيب ما بين علم الرؤى والحلم؟ ايه الفرق ما بين الرؤى والحلم؟ تمام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه طبعا علم الرؤى هو جزء، الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عنه قال لك هو جزء من 46 جزء من النبوه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ رفعت النبوه وبقيت المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه يراها العبد او ترى له. تمام. فالرؤى هي عباره اصلا عن رسائل ربانيه يرسلها الله سبحانه وتعالى للعبد. تمام. بيكون مبعوث برساله معينه، يعني هو رساله من الله سبحانه وتعالى للانسان، بتكون اما بتحمل، بتكون ثلاث انواع، اما بتكون مبشرات او منذرات او زاجرات. مبشرات بتبشر، بيكون الانسان بيمر بمحنه معينه فبتبقى رساله تلطيفيه من الله عز وجل بانقضاء المحنه او وسيله لخروجه من المحنه دي. تمام. وكمان عشان الانسان ما يجزعش، لان اغلبنا طبعا الصبر على الابتلاء من اصعب الحاجات اللي ممكن الانسان يمر بها في حياته، لان الانسان اصلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في القران قال خلق هلوعا. تمام. اذا مسه الشر جزوعا، فهو اصلا بيجزع من اي شر ممكن يمر بيه، وهي دي خلقتنا يعني سبحان الله. تمام. فربنا سبحانه وتعالى بيكون الانسان احيانا مر بمحنه معينه وايه ومش قادر يصبر او ما عندوش الطاقه على الصبر، فربنا سبحانه وتعالى بيبشره ان هو مثلا بوسيله خروجه من المحنه دي او برساله معينه هو عايز يبعتها له. طيب تمام. ايه تاني؟ المنذرات. بيكون الانسان تمام مقدم على امر معين، زي الناس مثلا زي تقول لك انا هقدم على خطوه زواج مثلا. تمام. فتستخير الله عز وجل. وبرده يا جماعه عشان ما نتلخبطش، لم يذكر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ان في رؤيه مع الاستخاره، يعني عشان في ناس دايما رابطه قوي حته ان ممكن تيجي رؤيه مع الاستخاره. الرؤيه اصلا بتكون منه ونعمه من الله عز وجل، وبتكون رزق. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرسل رساله للعبد، ممكن في ناس هتكلم عنها في موضوع برده لوحده اللي هي الرسائل الربانيه، ممكن رسائل ربانيه تيجي للانسان وهو صاحي. فاهم؟ ربنا سبحانه وتعالى يبعت له مؤشرات او يقفل له باب ويعني سي انا مخير بين امرين، يقفل له باب معين ويرجع ويفتح له باب اخر. تمام؟ فبتكون ده قرار اللي هي ايه؟ او رد الاستخاره. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيرد علينا، وحتى قال ده في القران ادعوني استجب لكم. فربنا سبحانه وتعالى فرض على نفسه الاستجابه، ان دايما هو بيرد علينا. عشان في ناس يعني انا بشوفهم كتير جدا بالذات في علم تاويل الرؤى، بتلاقيهم يا عيني عندهم سخط كده وعندهم عدم صبر، وتقول لك ربنا مش بيرد عليا. بالعكس، انت ربنا بيرد عليكي ومعاكي في كل لحظه ممكن ان انت ممكن تتخيلي، ومش سايبك ابدا. تمام. فبيكون الانسان ايه اللي هو تايه شويه، فالاستخاره بتكون عباره عن ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى رده علينا بيكون عامل زي ايه؟ كشاف النور في طريق ضلمه، فهو سبحانه وتعالى هو اللي بيختار الوقت اللي بيبعت فيه. بالظبط. الوقت هو اللي ربنا سبحانه وتعالى، هي الرؤى رزق. تمام. وربنا سبحانه وتعالى عالم بكل انسان، ودي طريقه من طرق مخاطبه الله عز وجل للعبد، وخصوصا بتكون مناما. ما شاء الله في ناس ما شاء الله بتفهم رسائل الله عز وجل وهي ما شاء الله صاحيه كمان، تقول لك ده ربنا سي ممكن تكون ماشيه في الشارع وبتقول لك انا فجاه، ودي اتكررت مع ناس كتير جدا، بتكون مثلا مخنوقه وماشيه في الشارع وكانت قالت دعاء الاستخاره، تقول لك انا معديه سمعت الايه الكريمه ولمست قلبي كاني اول مره اسمعها. فدي بتعد نوع من انواع الرسائل الربانيه، فسبحان الله يعني بسم الله ما شاء الله. احنا حابين بس نوضح للمشاهدين اللي احنا مع حضراتكم، لاي استفسار او تفسير للحلم او الرؤى يا ريت تبعتوا لنا في التعليقات بتاعت اللايف. تمام. نكمل بس الزاجرات بقى. الرؤيه الزاجرات بيكون الانسان اصرف على حاله مع الله عز وجل وبيرتكب ذنب معين، فربنا سبحانه وتعالى بيبعت له ان هو بينهاه عن الفعل اللي انت مثلا اللي انت بتعمله ده، علشان مثلا انت كده هتصرف على حالك مع الله، لا انت كده بتغضب ربنا سبحانه وتعالى. فهي بتكون كالاتي، عكس الكابوس خالص. الكابوس في نوعيه، الكابوس هو ايه؟ بتكون رؤيه شيطانيه، ودايما الانسان تلاقيه يقوم منه مخنوق، زي مثلا ان هو مش قادر
تحس ان هو يقول لك ايه، انا كنت نايم وفجأة انا في اخر الحلم حبيت اقرأ قرآن، صوتي مش راضي يطلع، مش قادر اتكلم. الحلم هنا بيكون الكابوس او الجاسوم، في ناس بتسميه الجاسوم. الجاسوم هو شيطان النوم. طب ازاي ان انا اخلي الجاسوم ده ما بيجيليش؟ انام على وضوء زي ما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لي، تمام؟ لان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال لنا ايه؟ من نام على وضوء بات بينه وبين شعاره ملك كلما تحرك دعا له. فالانسان ينام على وضوء، يكون واخد اذكار الصباح والمساء، ودي مهمه جدا وبرده هنقول فوائدها بعدين. تمام. كل دي حاجات. الناس بقى اللي بتيجي تنكر الرؤى، يا جماعه الرؤى جزء في رسالة جت النهاردة بخصوص الموضوع ده، العلم الحرام. لو هو حرام، هل هو حرام؟ الرسول عليه السلام كان بيتكلم عنه لو بنفس النص، راح بيقول لكم ألا أدلكم على علم ممكن تعرف منه المستقبل فيما معنى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون حلال. قال لك هو علم تأويل الرؤى والأحلام، بس مش أي حد يفسر يا جماعة. لأن هو بص، ممكن تكون الشخصية اللي قالت كده معذورة، لأن إحنا للأسف دلوقتي ممكن كل من هب ودب بيتكلم باسم الدين، وبيكون الدين منهم براء ومتاخد. في ناس خدته او استغلته ماديا في نواحي مش طيبه، طبعا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحاسبها. لكن ادام انت اللي قدامك هيكلمك بكلام من الله، مش هيطلع لك بره القران والسنه. وانا شخصيا بقول لكم اي حد في التفسير في اي حاجه يخرج لك بره القران والسنه ما تسمعلوش. وثانيا يا جماعه، طب انا هعرف اللي قدامي بيفسر صح ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى اداني عقل ان انا اميز بيه، تمام؟ وبتهيألي ده حصلت قبل كده وذكرت في القرآن، لما حاكم مصر شاف الرؤية. هو كان فيه، هل كان فيه مرجع ساعتها لتفسير الأحلام، ولا كان تفسيره مطابق أو مقنع للعقل، تمام؟ وأقرب تفسير للواقع اللي انت قلبك يستريح له. وطبعا الحكم بين المفسر، أصل ده علم غيبي بحت، تمام؟ ممكن أنا أصيب وممكن أخطئ، تمام؟ لأن احنا حاليا بنعبر الرؤية، ففي فرق بين التأويل وفي فرق بين التعبير، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، الناس اللي بقى بتنكر، ما شاء الله في ناس تقول لك ايه ده، طب انا هركز على رموز، يعني مثلا يعني ايه المشكلة؟ في ناس فاضية هتقول لك ايه مثلا، دي ناس فاضية يا عم سي، بتقول لك ايه لو شفت عصفورة، ولا لو شفت بحر، ولا لو شفت ملك، او لو شفت حاكم البلد في الرؤية، هل ده هيكون له تفسير؟ او الحاجات دي بعيدة عن العقل. اذ كان في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى عشان يثبت لنا ان في رؤى ويكون لها تفسير، بتكون الرؤى في رؤى مرموزة، وفي رؤى بتكون حاجة اسمها كفلق الصبح اللي هي بتقع كما هي. في ناس بسم الله ما شاء الله عليهم تقول لك انا بشوف في المنام تاني يوم بلاقيه زي ما هو، وقع كما هو. الناس دي انا هتكلم عنها واقول لهم اللي بيحصل معاهم ايه برضو. تمام. احنا بس في حاجات بتيجي في الرسائل، بس احنا طبعا مع حضراتكم نرد على تفسير الاحلام والاستفسارات بتاعت حضراتكم، بس يا ريت ارسال الحاله الاجتماعيه مع الحلم. الحاله الاجتماعيه اعزب متزوج، لان هي بتفرق وهشرح لكم برضو ليه. تمام. الاسم والحاله الاجتماعيه؟ لا انا مش محتاجه اسم الشخصيه، انا بحتاج اسم الشخص. يعني سي مثلا انا شفت حلم، فشفت شخص في الحلم، عايز اعرف بس معلوم ولا مجهول. لو معلوم قول اسمه، انا مش عايزه اسم اللي شاف الحلم في حاجه. تمام. في استاذ عبد الله بيقول لك هو انا بحلم بكابوس مستمر بس. الكابوس مستمر على حسب، ممكن يكون الحلم بالنسبه لك كابوس. يفضل ان انت تحكي لي المنام ده وانا هقول لك هل هو مثلا حلم شيطاني بيدخل عليك الحزن، او حلم بيتردد عليك دايما وبتقوم منه مفزوع. لو شفت نفسك ان انت بتحاول تطلع من الحلم ده ومش قادر وبتعافر وحد مكتفك، اذا ده جاسوم، يعني شيطان النوم لا عليك بيه، نام على وضوء وظبط الصلاه. محتاج ان احنا نظبط الصلاه، علشان اغلب يا جماعه بص، الانسان اللي مع الله سبحانه وتعالى بتكون بتحفه الملائكه، وربنا سبحانه وتعالى بيكون ما شاء الله موكل ملائكه بحمايته، فما فيش شيطان هيقرب منه ابدا. فكل ما احنا كنا مع الله سبحانه وتعالى كل ما حالنا كان احسن بكتير. وما فيش طبعا، ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. فاحنا نكون عندنا اطمئنان لحاجه زي كده. فاحنا نرجع لمرجعنا في نقطه ان الناس الاحلام المرموزه، الرؤى اللي ذكرت في القران كانت رؤى مرموزه، عشان ربنا يعلمنا ان تفسير الرؤى مش حرام يا جماعه، وهو موهبه ربنا سبحانه وتعالى بيلقيها في صدر العبد، تمام؟ وعشان يفيد بها غيره. ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم هو بيمن على ايه، على مين بايه، فهو اعلم منا عليم بما في الصدور، تمام؟ فاللي انا عايزه اقوله لك، طبعا الرؤى ذكرت في القران في مواضع عده، تمام؟ في سورة يوسف ده ما شاء الله ربنا ادانا سورة كاملة بتتكلم عن الرؤى وعن تفسيرها، واحنا نفسنا بنرجع
يعني ان شاء الله لما تتابعوا معايا بعد كده هتشوفوا ان احنا كل حاجه بنستدل منها بالقران الكريم ومن السنه النبويه الشريفه. تمام، يعني مثلا عندنا في سوره يوسف لما الرؤيه اللي شافها سيدنا يوسف عليه السلام لما قصها على والده ايه، قال يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. تمام، فاذا دي رؤيه تمام ومرموزه اهي، رموز الشمس والقمر هنا كانت رموز، ما كانتش رؤيه جليه واضحه، هي فسرت في نهايه الصوره، ورؤيه حاكم مصر تمام، ورؤيه الساجنين اللي كانوا مع سيدنا يوسف عليه السلام لما كانوا في السجن، لما رؤيه الساجنين كانت ان قال احدهم اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا فتاكل الطير منه. تمام، فاذا وقال له نبئنا بتاويله، اذا في تاويل للرؤيه يا جماعه، وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه. هتقولوا لي طب ده كان رسول الله، ده كان رسول وربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يلهمه ويلهمه التفسير، فمش مقتصرة على العباد اللي بعد كده. رسول الله عليه الصلاة والسلام في رؤى كان مفسرها بنفسه سيد، وكان بيسيب اللي قدامه، كان بيجتهد، كان عندك الصالحين سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، كانت أشهر مفسرة أحلام في عصر رسول الله. كان بيوجد مفسرين أحلام موجودين في عهد، كانوا بيجتهدوا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجمعهم بعد صلاة الفجر ويقول لهم من منكم رأى رؤيا، وفي رؤى صحيحة وموجودة في السنة النبوية مفسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. تمام، وكان هو بيشوفها وكان بيفسرها وكان بيفسرها لغيره. تمام، زي أشهر مفسرة أحلام في الوقت ده كانت السيدة أسماء بنت عميس، وكان في رؤية كمان، كان في واحدة ذهبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إن أنا رأيت رؤية، فراح الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ماذا رأيتي؟ قالت له أنا شفت إن أنا سارية بيتي كسرت وولدت ابن أعور. فالرسول عليه الصلاة والسلام ساعتها راح قال لها ايه، زوجك سيعود وستلدين ابنا صالح. رجعت له وقالت له يا رسول الله لقد تردد علي المنام مرة اخرى، فسره لها بنفس التفسير. رجعت له مرة ثالثة، هو اصلا ما كانش حابب ساعتها ان هو يفسره، فبرضه عشان يعلمنا دايما ان احنا بشره ولا تنفره، ولان في احيانا بص انا امتى كزينب بفسر الرؤى السيئة، لما بيكون فيها انذار لازم الانسان ينتبه في خطر مقدم عليه. ف جت الست دي مرة وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مش موجود، فمين اللي استقبلتها؟ كانت السيدة عائشة، بس ما قالت لهاش ان هي جت لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل كده، فراحت قالت لها انا كنت عايزة رسول الله عليه السلام في منام، فساعتها راحت قالت لها انت شفتي ايه؟ فراحت قالت لها رأيت ان سارية بيتي كسرت وولدت ابنا اعور وزوجها كان في الوقت ده كان مسافر. فراحت قالت لها ايه، راحت قالت لها زوجك سيموت وستلدين ابنا فاجرا. فدخلت الرسول عليه الصلاه والسلام، فساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، مهلا يا عائشه رفقا بالناس، ونهاها عن ان هي تفسر باسلوب يكون فيه يعني يكون فيه فظاظه او صعوبه في يعني ما يصدمش الناس، فهمت قصدي؟ فالتبشير افضل. حتى وهو يعني النبي كان بيحرص في ده ان هو وسبحان الله يا بيتفسر الحلم خليك مبشر بالظبط كده. بس وقعت الرؤيه على تفسير السيده عائشه، يعني وبالفعل الست ولدت ابنا فاجرا وولدت ابنا اعور، لان ده كان التفسير الرؤيه. عشان في ناس ممكن تقول لك انا رحت فسرت رؤيه عندي 60 مفسر احلام، الرؤيه بتقع على اول تفسير صحيح ليها. ليه؟ لان بيقول لك ايه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، الرؤيه على جناح طائر او على رجل طائر اذا عبرت واولت وقعت، فالرؤيه بتقع على اول تفسير صحيح. تمام. في نص الاسئله اللي جت استاذه روان هاني بتقول انها حلمت بدكتور بيعالجها، ان هو بيكلمها على الواتساب وكانت مبسوطه وراح بعت ليها صوره مصحف وساعه ذهب، وهي استغربت وقالت هديهم ليك المره الجايه وانا بكشف، وانا استغربت وقال لها انا هديهم لك المره الجايه وانت جايه تكشفي. حلو جدا. هي يعني مش متجوزه وبتدرس. والدكتور ده معلوم ولا مجهول؟ يعني حد تعرفيه في الحقيقه ولا في الرؤيه فقط؟ هي الرؤيه حلوه عموما، حلوه جدا كمان، هفرحك. بس جاوبي، الدكتور ده كان في الرؤيه حد؟ هي غالبا هتطلعي ما تعرفيهوش يعني، ولو تعرفيه قولي له اسمه، بس بنسبه كبيره اعتقد ان شاء الله انه يعني مش هتكون تعرفي. احنا تجاوب وانا احنا طبعا زي ما انت عارفه الفتره اللي فاتت كان ايام امتحانات الثانويه العامه والثانويه الازهريه، وطبعا يعني معظم الناس قبل ما بتدخل يعني بيجي لها احلام وكوابيس، اللي بتحلم ان هي بتنجح واللي بتحلم ان هي
تسقط ولا حلمت اللي هي مش فاهمه حاجه ولا مش مذاكره الحاجات اللي هي من النوعيه دي بتاعت الامتحانات يعني. هي جاوبت، هي بتقول تعرف اسمه محمود. بص يا ستي اهو هجاوب لك على طول. الطبيب هو الله سبحانه وتعالى طبعا. ايه انا لما بروح اشوف ان انا الطبيب وظيفته ايه؟ تحسين حالي من حال لحال افضل. فواضح ان انت هتمر فتره او بحاله نفسيه هتكون شويه سيئه تمام، وهتلجئي لله، فربنا سبحانه وتعالى هيصرف عنك ابتلاء معين انت كنت بتمر بيه او فتره صعبه انت كنت بتمر بيها تمام. لان انت بتقولي انا رحت له وراح اداني مصحف واداني ساعه، اداكي مصحف تمام. المصحف في الحاله دي ان شاء الله بشرى ليكي بزوج صالح، لكن عليكي بالورد القراني، هو اللي هيصرف عنك الايه الحاله النفسيه اللي انت موجود بتمري بيها تمام. وان شاء الله في بشره ليكي بزواج من زوج صالح، والساعه ان شاء الله يعني هيكون لسه في شويه. الساعه اللي انت خدتيها دي هتكون ايه يعني كل ما يلبس او كل ما يكون هديه تمام. فهنا في الحاله دي هيكون بشره بزواج ليكي تمام. لكن هيكون يعني ممكن نقول في ظرف سنه، دي مده بالقياس يعني، ممكن تزيد ممكن تنقص تمام. فالعلم عند الله طبعا والله اعلم. فالرؤيه مبشره جدا يعني. وليه بقى قلت لك المصحف؟ المصحف يا جماعه بيكون بيحمل بداخله القران، ولو خدنا بالنا في تفسير بالتشبيه زي ما بيقولوا تشبيه الالفاظ، فبيكون اللي هو القران جاي من لفظ عقد القران القران تمام. فاذا ان شاء الله في بشره ليكي، رؤيتك مؤكده باذن الله ومبشره بزواج ان شاء الله من حد دكتور. يكون صالح. لا الله اعلم، مش شرط يكون دكتور، بس حالك هيتصلح يعني ايه، هيحسن لك من حالتك النفسيه قوي فاهم. هي دي الفكره والله اعلم. موضوع الامتحانات طبعا ناس كتير بتشوف رؤيه الامتحان ده حل كويس ما حلتش كويس، فنعرفهم واحده واحده بقى. انا مجهزهم معايا. لو حل معناه ايه؟ يعني لو حد حلم ان هو حل كويس في الامتحان، ولو حد حلم ان هو ما حلش حاجه خالص في الامتحان سواء واحد او واحده. ماشي تمام. بص هقول لك على حاجه. اولا الامتحانات، عشان الرؤيه دي بتتكرر على ناس كتير جدا، اول حاجه لازم اعرف هل انا بدرس ولا انا منقطع عن الدراسه من بدري. لو انا بدرس اذا هيصبح الحلم ده حديث نفس بحت تمام. ولو انا في رؤى معينه او احلام معينه بتكون حمل، بتكون ايه متعلقه بالعقل الباطن تمام. يعني انا مثلا قضيت وقت كبير جدا من حياتي وانا بدرس، فطبيعي يفضل يتكرر عليا الحلم ده بمناظر، ممكن كل فين وفين احلم ان انا بدرس او رحت الامتحان وزهقت وما لحقتش احل حاجه، او اللي اتاخرت على الامتحان، بس ايه بيتكرر معايا وانا في وانا مش ببقى فاكر تفاصيل، مش ببقى فاكر اي حاجه. فده مش اكتر على الاقل ان هو تنشيط عقلي، لان انا قضيت وقت كبير جدا من حياتي كان في امتحان. طب بقى لو انا جاي لي ان انا شفت ان انا بامتحن امتحان محدد وجاي بمنظر معين وتكرر الرؤيه دي، بتيجي الناس كتير جدا يا جماعه. لا، اذا معناه ان انا همر بمحنه معينه، بتختلف على حسب نوع الامتحان. يعني لو شفت ان انا بمتحن امتحان عربي غير لما اشوف ان انا بمتحن امتحان دين، غير لما اشوف ان انا بمتحن امتحان حساب، بس كلهم بيجتمعوا في حاجه واحده ان انا همر بمحنه معينه وفي امتحان ليا من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ مصداقا للايه الكريمه في كتابه العزيز في قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. طب لنبلونكم يعني لنمتحن، هنمتحنكم هنختبركم امتحان واختبار من الله عز وجل. بيكون في ايه؟ على حسب مضمون الرؤيه هي اللي بتحدد لنا. طب الامتحان، شفت مثلا ان انا زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي ان انا مثلا مش عارف احل في الامتحان، مش عارف احل في الامتحان، انا ما عنديش الصبر، او بمعنى اصح ايه، ما عنديش الصبر ان انا المحنه، ان انا اصبر على المحنه اللي انا فيها تمام. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه، الحاجه الوحيده او الحل للابتلاء اللي انا ممكن امر بيه الصبر، ملوش حل تاني. قال لك واستعينوا بالصبر والصلاه انها لكبيره الا على الخاشعين تمام. فده معناه استعين بالصبر وبالصلاه. طب انا علشان ادخل الامتحان وانجح لازم اذاكر، المذاكره دي هي عباره عن الصبر، وافهم حكمه ربنا سبحانه وتعالى من المحنه اللي انا دخلت بيها. طب شفت مثلا ان انا بمتحن امتحان لغه عربيه، لو شفت ان انا بمتحن امتحان لغه عربيه اذا ان انا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي ان انا في محنه وعندي تقصير اما في القران او اما في الصلاه تمام. ليه بقى تمام؟
لان في ايه في القران بتقول لك انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، فتعقلون يعني تتفكرون. فربنا سبحانه وتعالى عايزنا ان احنا دايما نتفكر في كل ما احنا او في كل حاجه احنا بنمر بيها علشان نخرج من الابتلاء اللي احنا بنمر بيه. تمام. طب لو شفت ان انا مثلا في امتحان حساب او في امتحان رياضه، ده معناه ان انا همر بمحنه، والمحنه دي انا محتاج فيها ان انا حاسب نفسي، لان احيانا المحن يا جماعه بتكون انواع. انا ممكن امر بمحنه، المحنه دي تكون اما زياده او رفع عليا في الدرجات مع الله سبحانه وتعالى او تكفير ذنوب. تمام. حتى ده مذكور في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك حتى الشوكه في نهايه الحديث، حتى الشوكه يشك بها ابن ادم الا حطت عنه خطيئه. تمام. فالفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها في ان انا افهم حكمه الله سبحانه وتعالى من المحنه واصبر عليها علشان انجح. طب شفت ان انا نجحت في الامتحان، دي احلى حاجه في الدنيا. اول حاجه دي بشرى ليا بوصول لهدف وتحقيق امنيه. ففي امنيه. تمام. انا انا كنت بمر بمحنه وربنا سبحانه وتعالى في دعوه هتستجاب ليا وهيتحقق لي امنيه. تمام. لان ربنا سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين. طب شفت ان انا بغش في الامتحان، شفت ان انا بغش، ده معناه ان انا هحاول اوصل لهدفي بس بطريقه بطرق شويه ملتويه او طرق فيها خديعه وفيها مكر على الله سبحانه وتعالى. يعني انا برضو مش بصبر بس بحاول اوصل لهدفي بطرق شويه فيها مخالفه لله. طب مثلا لو شفت ان انا ما لحقتش الامتحان، ده معناه تمام. لو حد مثلا شاف ان هو رايح مثلا بيعمل استخاره لحاجه معينه او كان مقدم على حاجه فده وشاف ان هو ما لحقش الامتحان، اذا هو هيسعى في امر والامر ده يعني مش هيكمل، امر لا يكتمل. تمام. طيب لو مثلا حلمت ان انا بحل كويس مثلا في امتحان الرياضيات، حلو جدا، امتحان الفيزياء ما حلتش فيه، يعني هل اسم الماده بيبقى ليه دلاله؟ اه طبعا بيفرق. يعني الفيزياء اصلا من المواد الصعبه جدا والمعروف ان هي معقده شويه عند الناس كلها، فاذا انا همر بمحنه بس هكون مش عارفه احلها، وهكون لو انا حلتها بقى وكده لا هستعين بحد ان هو يحاول يساعدني. طب افرض انا ما ذاكرتش اي حاجه من اول السنه وحلمت ان انا احل كويس لو انا بدرس؟ اه لا ده حلم نفسي طبعا عارف اللي هو بتمنى، اه بتمنى ان انا انجح وكده. تمام. لكل مجتهد نصيب، لازم اجتهد في الحاجه علشان اوصل لها. تمام. مثلا نتطرق لنقطه الامتحانات دي خالص. يعني في ناس كتير بتحلم الحلم ده، مثلا لا بتخبط على الباب ومره واحده الباب بيفتح، تلاقي مثلا الشيخ الشعراوي، لا ده حلم حد شافه بقى. مثلا في حد حلم بيقول لك خبط على الباب لا مثلا محمد انور السادات رئيس الراحل. هي بتفرق من الشخصيه اللي انا شفتها. لا هنا لو دي رؤيه معينه، لو عندك رؤيه معينه قولها وانا اقول لك التفسير، لان هي تختلف من رؤيه الشيخ الشعراوي لرؤيه الرئيس السابق محمد انور السادات بتختلف. حلمت ان بخبط على الباب، رؤيه الرؤساء فيها جزء حلو جدا على فكره يعني. تمام. حلمت ان بخبط على الباب والشيخ الشعراوي فتح لي وكان معاه ناس. حلو قوي. تمام. بس كده هي ليها باقيه غالبا يعني، اكيد افتكر بقى. قاعدين مع بعض في الجوانا قاعدين مع بعض في الجنه وانا كنت مبسوطه بالمكان جدا يعني، ونصحني اكلم ربنا في التليفون وكلمته ورد عليا بس صحيت قبل ما اسمع حاجه. حلو قوي. يعني نقول تاني. حلمت يعني واحده حلمت انها بتخبط على الباب والشيخ شعراوي رحمه الله عليه فتح لها الباب وكان معاه ناس وقاعدين مع بعض في الجنه وانا كنت مبسوطه بالمكان جدا ونصحني اكلم ربنا في التليفون وكلمته ورد عليا بس صحيت قبل ما اسمع حاجه. حلو قوي. رؤيه جميله جدا جدا بسم الله ما شاء الله. اولا ان انا بخبط على باب فانا معناه ان انا بلح على الله سبحانه وتعالى بدعوه معينه. تمام. عرفنا منين؟ لان حته ان انا بخبط على الباب ومستنياه يفتح، فاذا انا بمر بمحنه معينه او بسعى لامر معين وبلح على الله سبحانه وتعالى ايه بدعوه. حد مين اللي فتح لك الباب؟ الامام رحمه الله محمد مطل الشعراوي. الامام رحمه الله سيدنا الامام محمد مطل الشعراوي كان هو ايه رمز من رموز الدين، لان هو كان داعيه بسم الله ما شاء الله عليه. تمام. وكان رمز من رموز الدين. فاذا عليكي بالدعاء وبايه هنا كان ظاهر ليه مدلول. ايه هو بقى؟
ده الرسول عليه الصلاة والسلام على قدر احتمالك، تمام؟ احنا ممكن يا جماعة نشوف الرسول عليه السلام في صورة حد كان من الناس الصالحين، بس ده على قدر احتمالي، لان رؤية الرسول بهيئته كامل مكمل هنتكلم عليها مرة تانية ان شاء الله. ما شاء الله ده اكتمال دين وخير وبشرة يعني قوية جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، تمام؟ فايه الفكرة هنا ايه؟ فده رسول الله عليه الصلاة والسلام على قدر احتمالها، فعليها ان هي تكسر من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تنال. هي هنا في بشرى باستجابة دعوة ليها، لان الباب اتفتح ولقيت الامام محمد متولي الشعراوي وكان موجودين في الجنة، فما شاء الله الجنة امن وامان، تمام، وسلام. فحتى بيقول لك ايه، حتى في آية في القرآن بتقول لك ايه، ادخلوها بسلام امنين، تمام. فهنا المقصد ايه بقى؟ المقصد ان ان شاء الله في امان انت هتناليه، وامنيه هتلحي بيها على الله هتستجاب. هو نصحك ان انت تكلمي الله عز وجل في التليفون وبتقولي قبل ما يرد عليكي روحتي صحيتي من المنام، وبالفعل كان رد. انت قلتي رد بس ما سمعتش صوته، تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ادعوني استجب لكم. استجب لما حد، لما انا بتصل على حد لما بيرد بيبقى جاوب عليا او رد عليا، فده معناه ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائك بالفعل، تمام. وان شاء الله هتشوفي ده على ارض الواقع، فما شاء الله رؤيتك جميله. لكن عليكي الدعاء اثناء الصلاه، لان اقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، والعيله معاكي طبعا والامه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كلها بصلاح الحال. بس رؤيتك جميله قوي ما شاء الله. في استاذه اسراء رجب بعد 4 أحلام أو 3 بتقول السلام عليكم، انا حلمت اني كنت اتطلقت من جوزي، وبعدين كنت بكلمه رسائل، وفجاه لقيته هو وبابا جايين وعايزين يكتبوا كتابي تاني. لقيت بابا خرج وجاب المأذون وناس كتير قوي جايه وبيقولوا ده كتب كتاب اسراء. واحده بتساله هي مش متجوزه، عمتي ردت وقالت لها كان حصل مشاكل واتطلقت وهنكتب كتابها تاني. لقيت الست دي مطلعه فلوس وعايزه تنقطني 20 أو 50، فقلت لها دي مين دي؟ دي مع الست تعرفها يعني؟ لقيت ست ليه؟ بصي، هي بتقول حلمت انها اتطلقت من جوزها، وبعدين كانت بتكلمه رسائل، وفجاه لقيته هو وباباه جايين وعايزين يكتبوا كتابها تاني، اللي هو ده اللي كانت متجوزاه. بعد كده لقيت بابا، هي لقيت بابا خرج وجاب المأذون وناس كتير قوي جايه وبيقولوا لهم ده كتب كتاب اسراء. فواحده بتساله هي مش متجوزه، عمتي ردت وقالت لها كان حصل مشاكل واتطلقت وهنكتب كتابها تاني على زوجها ده. لقيت الست دي مطلعه فلوس وعايزه تنقطني 20 أو 20 و50، قلت لها قلت لها لا مش هناخد النقطه دي، مش اول مره يعني، مش هناخد النقطه دي مش اول مره، يعني مش اول مره جوائز ليها يعني، فمش هاخد نقطه. فمشيت يعني، فمشيت متزوجه وواقفه على الطلاق. بصي، هو الحلم هو عشان انا شفت الرؤيه، عشان هو متلخبط فيها. هي بتقول حلمت اني كنت اتطلقت من زوجي وبعدين كنت بكلمه. مبدئيا كده الجزء الاولاني، حته الطلاق في الرؤيه، الطلاق معناه استغناء، تمام، لان في ايه في القران بتقول لك وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. فمعنى كده في استغناء ليكي عن زوجك. وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك ايه، 3 جدهن جد وهزلهن جد. فالطلاق لو هو شفتيه في الرؤيه ان هو كان بيرمي عليك يمين الطلاق، فان شاء الله يعني نسال الله ما يحصلش ده طبعا. وبعدين كنت بكلمه رسائل وفجاه لقيته هو وباباه جايين وعايزين يكتبوا تاني، فده معناه في تواصل هيتم بينك وبينه تاني بالفعل كما في الرؤيه. لقيتي باباكي جاب وجاب المأذون وكتبوا كتابك. فواحده بتساله هي مش متجوزه عمتي، ازاي مش متجوزه عمتك يعني؟ ردت هي مش متجوزه عمتي، ردت وقالت لها كان حصل مشاكل واتطلقت وهنكتب كتابها تاني. لقيت الست دي مطلعه فلوس وعايزه تنقطني ب20 و50، قلت لها لا مش هاخد، دي مش اول مره يعني، فمشيت متزوجه واقفه على الطلاق. بصي، ربنا يصلح لك الحال يا رب، تمام، وما يحصلش حاجه وحشه ان شاء الله يعني، فاهمه؟ هو رقم 20 حلو في الرؤيه، لكن رقم 50 شويه في حالتك هنا مش هيكون مستحب. فبصي يعني ان شاء الله ربنا يصلح لك الحال يا رب، ونسال الله ان ما يحصلش حاجه وحشه، فاهمين؟ بس ده اللي نقدر نقوله في الرؤية. مش هل في حاجات مش هينفع نخوض فيها، تمام؟ لا، ده لمصلحتك طبعا. ايه تاني؟ تمام، نكمل بقية الأحلام.
بالنسبة للحلم، لو حلمت مثلا ولقيت حد من الرؤساء بتاع الجمهورية مثلا بيخبطوا عليا، لو حد على حسب بقى هو الرئيس الحالي ولا ورئيس السابق زي مثلا محمد انور السادات، هناخد اسمه هنا، هناخد اسمه محمد انور السادات. حلو تمام. لو رئيس الحالي بس رئيس بلدي حلو، افضل حاجة ان انا اشوف بس اشوفه راضي عني، اشوفه بيكرمني، اشوفه بيديني حاجة، ده حلو تمام. ليه بقى؟ ولكن لو شفت رئيس دولة تانية جاي البلد بتاعتي مش حلو، انا اشرحها بالتفصيل. اول حاجة لو شفت ليه بقى؟ لو شفت الرئيس راضي عني كده وبيتفقني بحاجة، ده حلو قوي، ده معناه خير قادم ليا وخير مؤجل، بس هصبر عليه شوية، يعني خير بس لسه شوية. يعني رئيسنا الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي تمام؟ فلو انا شفته جاي مثلا بيكافئني او بيديني هدية او بيديني حاجة، اولا معناه ان انا وكان راضي عني. لدى طبعا هو صورة مصغرة، هو بيسمى ايه الحاكم البلد بيسمى بالملك او الملك الامير الملك اي حاجة تمام؟ فهي المقصد هنا طبعا الملك طبعا الاعظم هو الله عز وجل، ولكن هنا صوره للتشبيه. فلو انا شفت راضي عني فده رضا من الله عز وجل ليا تمام. ليه؟ لان اصلا الجلوس مع حاكم البلد اللي هي بتاعتي وكان راضي عني، فاذا المكان ليا. ليه؟ لان في ايه في القران بتقول لك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. فلما اشوفه كده معايا، فلو شفت اصلا ان هو معايا بيكرمني قاعد باكل معاه، فدي ان شاء الله في المستقبل هنال مكانه طيبه، وربنا سبحانه وتعالى هيمكنني في الارض، وهاخد وفي امنيه انا بتمناها تتحقق لي، وهكون ذو شان عظيم. طب انت خاف بقى لو رؤيه الملك، شفت الملك لو شفته زعلان مني بيعاقبني منصرف عني، على طول هرجع علاقتي بالله عز وجل، واعرف ان الدنيا مش هتبقى ملخبطه معايا جدا بسبب بغضي من الله عز وجل. لان في ناس ايه ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، ومن يعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، فهتلاقي الدنيا مقفله معاه جدا بسبب بغضه من الله عز وجل. طب امتى بقى خاف برضو من الرؤيه؟ لو شفت ملك دوله غريبه او ملوك دولة غريبة جات البلد اللي انا فيها، او مثلا كانت موجودة عندي في البيت، ده وحش جدا، ده معناه على طول انقلاب حال للأسوأ. لان في آية في القرآن تقول لك ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، فعلى طول تبديل حال. لو انا حالي المادي كويس الحال هينقلب بيا 360 درجة للأسوأ. فهي دي حالات، وطبعا بيختلف اسم الشخصية بتفرق معنا، وطبعا مدى حب الناس ليها وعلى حسب. استاذه اسراء برضو كانت بعد سؤال ثاني بيقول عايزين نسالك سؤال، لو شفت مثلا رؤيه بالربوع الجوزي وفي بعض الرؤى في صور، ناخد بالي فيه؟ بصي دايما استبشري في الله عز وجل. ايه؟ انا استبشر بالخير، بس هنا في حالتك احلامك حاجه، احلامك انت كلها بتكون داخله تحت نوع احلام الامنيات تمام، او اللي هو ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ما يراه النائم ثلاث، رؤيه من الله وملائكته وحلم من الشيطان والنفس وما يهم المرء، ما يهم المرء او ما يتمناه المرء. فانت احلامك، لان الانسان انت مهمومه، فدي اسمها احلام الامنيات. فافضل رؤى غيرك ليكي تمام، يعني رؤى غيرك ليكي هتكون اقوى. هتشوفي مثلا زي الرؤى اللي شافتها والدتك ليكي، اللي شافها حد من اخواتك تمام. وطبعا بيبقى في رؤى بتبقى باينه قوي ان هي قويه، لكن شفت ان انا اتطلقت، شفت. لان بص سيدنا علي بن ابي طالب كان بيقول لا رؤيا لخائف، فكل ده انا مش هاخد بيه، فهمتي قصدي؟ الا لو كانت رؤيه قويه جدا وكانت واضحه، يعني ما فيهاش اتنين تلاته زي ما بيقولوا. تمام. في استاذه سلمى الخولي بتقول لك بيتكرر دايما اني بجري في الحلم من حاجه ما اعرفش ايه هي، وببقى في مكان وشوارع غريبه عليا، وساعات بتبقى مظلمه ومش بوصل لحاجه. هي عزباء مشاكل انت بتمري بيها كتير جدا، وتوهان، بتبقي مش عارفه تحلي المشكله ازاي، بتحاولي انت بتبقي خايفه، ما بتحبيش المشاكل، بتحبي تهربي منها. لو حد بيجري وراكي ليها تفسير عشان تبقي عارفه، يعني لو حد بيجري وراكي اذا وجب عليكي ان انت ايه تحصني نفسك تمام. لكن لو شفت ان انا بجري ومش عارفه اوصل للبيت، ده عدم تمام، شويه عرقله وشويه مشاكل في حياتك، مش عارفه توصلي لهدفك، في شويه لخبطه هتقابلك جامد جدا في الحياه. تمام، ربنا يصلح لك الحال يعني، والله اعلم طبعا. تمام. في حاجه ودي بصراحه انا عايز اسال فيها حاجه انا شخصيا، لما بشوف حد ميت في المنام، يعني مثلا انا والدي بيطلع لي كتير في الحلم، مش حاجه حلوه. ساعات بيجي يعني زي ما بيجي مثلا يبلغني يقول لي انا معاك، انا مش بعيد عنك. حلو قوي.
اولا الاموات في المرايه، هل انا ممكن اشوفهم؟ اه ممكن اشوفهم، وبيكون كلامهم حق. ونقف عند كلمه، عشان في ناس تقول لك كلام الميت حق. اه حق جدا، شرط انه يوافق القران والسنه، ولازم يعني لازم تتبروز كده، لان في ناس بتاخد كلام الميت حق، لان احيانا ممكن الشيطان يتجسد في كلام الميت، يعني مثلا يضيف كلمه ينقص كلمه. كلام الميت حق، ادم يعني لو قال لك حاجه هتحصل فعلا، بس تكون مطابقه للقران والسنه. يعني مثلا ما يجيش يقول لك انت هتموت امتى، لان طبعا لان ده المعده ده ملك الموت نفسه ما بيعرفش، تمام؟ لان ده من علم الغيب، تمام، اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفى بيه لوحده، تمام. فلازم يكون كلامه موافق للقران والسنه. قال لك مثلا انا معاك، انا معاك يعني انت في معيه الله، لان رضا الاب من الام من رضا الله عز وجل. واحنا قلنا سوره الاب والام سوره مصغره لله عز وجل، فرضاهم من رضا الله. قال لك انا معاك، فده معناه ان انت في معيه الله ورضا، وان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. لو شفت الميت والدي مثلا توفي رجع للحياه تاني، ده معناه ان انا ربنا سبحانه وتعالى في موضوع انا كنت فاقد الامل فيه، ربنا هيفتحه لي مره اخرى، تمام. لكن لو الميت قال جه قال انا عايش، دي احلى حاجه، وافرح واعمل فرح حرفيا. يعني في ساعات كنت بشوفه اللي هو رجع للحياه تاني، او يعني في ناس بتخاف تقول لك يعني انا دفنته حي، يعني باباي عايش لو رحت فتحت عليه. يعني والله في ناس يعني ما ينفعش، لا دي ليها معاني كتير. وبرده هنتكلم عليها بالتفصيل. اول حاجه تمام، انا لو والدي، عشان ما ندورش من بعض، هحاول اشرح لكم واحده واحده، لان الحته دي في ناس بتلخبط فيها كتير. لو شفت والدي عايش افرح جدا، انا اللي بقول لك اعمل فرح ليه. وقال لك انا عايش انا ما متش، اعرف ان والدك واخد مرتبه شهاده. ليه؟ لان في ايه في القران بتقول لك ايه؟ بتقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اذا والدك فرحين بما اتاهم الله من فضله، اذا والدك واخد مرتبه شهاده لو حد شاف رؤيه زي دي، وتمام. طب وطبعا الشهاده انواع يا جماعه، تمام. طبعا ده في شهيد دنيا وشهيد اخره وشهيد دنيا واخره، تمام. وهشرح لكم معنى الثلاثه برده، لان في ناس تقول لك بس انا والدي مات على سرير. سبحان الله، في ناس ربنا سبحانه وتعالى بيكتب للناس شهاده وهي نايمه على سريرها، متوفيه على سريرها، تمام. دي حاجه. طب امتى بقى ازعل او اخاف على الميت؟ لو مثلا بصوا يا جماعه، والميت لو هناخد برؤيه ليه بتكرار الرؤى، يعني مثلا اي انا شفت والدي لابس ابيض مثلا وبيتكرر عليا ان شايفه ان هو نايم على سرير، قاعد على كرسي مبسوط مرتاح، شكله حلو، شكله صغير في السن، كل الحاجات دي دلاله على ان الميت منعم، تمام. يعني لو شفت الميت ان هو شكله صغير فانا افرح جدا، مثلا شعره اسود وشكله صغير خالص، اذا هو من اهل الجنه، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيفرحني او بيبشرني عشان ما اقلقش عليه وبعت لي حاجه زي كده. عرفنا منين؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لك يدخل اهل الجنه الجنه جرد مرد مكحلين ابناء 33، فتلاقيهم صغيرين في السن كده، تمام. او اشوفه لابس ابيض. السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها كانت قاعده مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وسالته يا رسول الله ما بال ورقه ابن نوفل، كان ابن عمها، فقالت له ان هو توفى قبل، فقد امن بك قبل ان تصر، يعني هو لو كان عايش كان امن بيك، تمام، لكن هو اتوفى قبل بعثة النبي عليه الصلاه والسلام. فساعتها راح الرسول عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ راح قال لها لقد رايت ورقه في نومي بملابس بيض، تمام. فراحت قالت له ده معناه ايه يا رسول الله؟ قال لها لو لم يكن من اهل الجنه لما كان ذلك. اذا لبس الابيض ده دلاله على حسن حال المتوفي عند الله عز وجل. طيب ايه تاني؟ لو شفت الميت لابس اخضر، دي احلى الالوان اللي تتشاف، ونادر لما بتتشاف على فكره، لان ده معناه ان هو حد واخد مرتبه عاليه جدا من الشهاده ومحشور مع الصديقين والشهداء. ليه؟ لان في ايه في القران بتقول لك ايه؟ بسم الله، اللهم ذكرني، عليهم ثياب خضر من سندس واستبرق، في وصف اهل الجنه. امتى خاف على الميت؟ لو الميت بقى كل ما اشوفه ايه؟ شفته لابس ازرق اخاف جدا عليه. طب لو إيه؟ بكاء الميت في الحلم، هقول لك برضه دي استاذه شيماء الفولي بعد كده هجاوبها لك حالا. تمام. الاول الازرق مش حلو للمتوفي. ليه؟ ده معناه اروح ادور على طول على والدي، هل عليه ديون، هل عليه حاجه، هل عليه حق من حقوق العباد مش حد راضي يسامحه. ليه؟ لان في ايه في القران بتقول لك ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فاذا مش مستحب المتوفي، ما اشوفوش مسجون، اشوف الميت او المتوفي مسجون ده مش حلو. بص بقى،
في بقى عشان انا اللي هقوله ده دلوقتي ممكن يلخبط كذا حد، عشان كده بنقول يا جماعه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. المهم لما اشوف الميت سي شفت والدي المتوفي، كل الرؤى بتاعتي قالت ان والدي بسم الله ما شاء الله حاله حلو ومنعم عند الله، بس جيت شفته في مره كان تعبان وجعان وهدومه مقطعه وحالته حاله. اذا الرؤيه مش هتكون للمتوفي لكن هتكون لحد من ابنائه العايشين، تمام؟ عشان ما نتوهش من بعض، يعني انا بحاول ان انا اديكم ثقافه تفسير الاحلام بحيث ان انتم ما تبقوش خايفين. طبعا لو حد شاف والده او حد متوفي بيحبه بالمنظر ده هيتصدم، لكن ما يكونش مثلا كل الرؤى جاي ان هو تعبان، لا هنا هيكون ليها تفسير مختلف. لو شفت ان الميت جعان عطشان محبوس كل ده وكل الرؤى اللي جايه بتقول عليه نفس الكلام، لا اذا الرؤيه تخص المتوفي، فده معناه ان انا محتاج ان انا اعمل له عمره، اطلع له صدقه، اقرا له قران، حاجه ترفع من ايه من شانه، لان هو كده معناه ان هو فعلا تعبان وان هو هناك يعني في الدار الاخره مش في حال افضل. يعني ربنا يعني يرحم ويغفر لكل امواتنا يا رب، اللهم امين. تمام، ليه بقى؟ لان في ايه في القران بتقول لك قال لك الا تجوع فيها ولا تعرى، والجنه دار رحمه ودار فرحه وتمام خلاص بقى، اللي هو مفيش تعب، مفيش اي حاجه هناك، فما شوفوش ان هو تعبان. طب لو انا والدي بشوفه دايما بالاشكال طيبه بس جالي في الرؤيه شفت ان هو جعان، اذا معناه ان العيش اهل الاحياء هيمروا بمحنه ماديه، تمام؟ طب شفت ان هو مثلا لبسه مقطع، هسال ممكن حد من ابنائه هيحصل له مشكله مع زوجته، بتختلف بكاء الميت، البكاء اصلا على حسب، البكاء معناه في الرؤية حاجات كتير جدا بس من ضمن تأويلاته بتكون فرج وتيسير في أمر، تمام؟ وخصوصا لو شفت ان انا ببكي من خشية الله، او شفت ان انا داخل على الكعبة وعيط، بكاء المتوفي احيانا ممكن رمز لان في انفراجة قريب، او ان انا حاسس بيك بالفعل وفي خير جاي. مش شرط كل بكاء متوفي بيكون وحش على فكرة، على حسب الرؤية عشان اقدر يا سلمى ان انا اقولك الايه الموضوع بالظبط، يعني يفضل تكتبي لي الرؤيه بالظبط. تمام، في استاذه فاطمه بتقول لك دايما خلينا طيب الاول في حلمة. استاذه اسراء رجب بتقول لك حلمت انها كانت في مكان كله صواني حلويات كنافه وجلاش وكل انواع الحلويات، فاخدت طبق وفضلت احط من كل صينيه حته في الطبق، جيت عند الجلاش اخدت حته بقي وقلت الله دي طعمها حلو قوي، متزمجه وعندي مشاكل مع جوزي واصله للانفصال. بصي هي تالت حلم، يعني بعد تالت احلام. بصي هقول لك على حاجه، حته الكنافه، هي الكنافه شويه في الرؤيه يا جماعه مش مستحبه، بالذات لو جيت الكنافه هنا في الحاله دي معناها جايه من كلمه مناكفه فمشكله، فهماني؟ عارفه لو شفتي بسبوسه او حاجه او الكلام ده، لا حرفيا هي معناها ان انت هتشوفي شويه حاجات مش هتعجبك، بس هتقعدي تاكلي لما انت كاتيه فتقعدي تاكلي وتهري في نفسك زي ما بيقولوا، فاهمه؟ فده معناه حاولي ان انت تبسطي الامور شويه على قلبك. لا والله مش قصدي ان انا اكون فظه واخوفك، بس لا هو ده معناه كده، تمام؟ وبالرغم ان انت هتكون متاح ممكن يعني ايه استبشري في الله خير، معلش هوني على نفسك، حاولي ان انت تتقبلي المشاكل بصدر راح تحليها، كل مشكله عند اي حد بتكون اصعب حاجه، بس حاولي تهوني على نفسك شويه عشان انت ما تتعبيش. طيب نتطرق بقى من نقطه الموت في علم الرؤيه او التاويل، ونتكلم في الصلاه في المنام. مثلا حلمت اللي انا بصلي، حلمت اللي انا رايح اصلي، حلمت انا ماشي في الطريق للجامع، حلمت اللي انا رحت زرت مكه بصلي في الحرم. حاجه حاجه بقى، كل دول كتير جدا، واحده واحده نجاوب على كل ده ان شاء الله. وبرده اللي عايزين نوصلها الصلاه في مسجد سيدنا الحسين والسيده نفيسه والمساجد دي، تمام؟ هنتكلم ليها معاني؟ طبعا كل حاجه ليها معنى، تمام؟ يعني مثلا الصلاة في المنام الأول، تمام. الصلاة في المنام هي صلة الإنسان بالله عز وجل. لو شفت إن أنا مقدم على صلاة، مقدم إن أنا داخل أصلي أو اتوضيت وكده، كل ده أول مراتب فك الكرب زي ما بيقول، تمام؟ فده معناه إن أنا همشي في موضوع، تمام؟ والموضوع ده هيجيلي من وراه خير،
او اول مراتب فك القرب، لان اصلا من ضمن الرؤى القويه والرموز والدلالات القويه جدا اللي بتدل على فك القرب ان انا اشوف ان انا بصلي، وسلام بقى لو شفت ان انا صليت وتميت الصلاه والصلاه كانت مظبوطه تماما، اذا يعني افرح قوي وابشر من الله سبحانه وتعالى بان انا همشي في موضوع ربنا سبحانه وتعالى هيسر لي الدنيا فيه وهيتحقق لي امر انا بتمناه، تمام؟ ولان هي اصلا راحه، حتى لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول ايه، ارحنا بها يا بلال. طب لو شفت ان انا رايح اصلي في مسجد مثلا، على حسب، شفت ان انا داخل جامع، اذا لو انا مش متجوز انا هاقدم على الزواج، لان في ايه في القران بتقول لك واجمع فيها من كل زوجين اثنين، فاقترن الزواج تمام باللفظ الجمع بالايه المقصد بالزواج، تمام. طب لو شفت ان انا دخلت المسجد، لو انا مثلا كنت قبلها على حسب مضمون الرؤية، ده معناه مثلا حد كان بيمر بصعوبات قوية جدا وهيوصل لهدفه وهيشعر بأمن، يعني خلاص بقى ممكن بقى ربنا سبحانه وتعالى هيبدل خوفه أمن، بس على حسب علاقة الإنسان بالله، لأن في ناس أنا فسرت لهم قبل كده التفسير كان مناقض تماما، تمام؟ ازاي مثلا هوضح لكم، احاول اجيب لكم رؤيه، يعني مثلا لو حد شايف هو الحد ده حد صالح او حد علاقته بالله طيبه، شايف ان هو داخل المسجد، اذا ربنا سبحانه وتعالى هيبدله من بعد خوفه امن. لكن لو انا ما بصليش وانسان فاسد وانسان فاسق في الارض وبرتكب كل المحرمات وشفت ان انا داخل المسجد، لا، اذا معناه ان انا همر بمحنه وهكون فيها خايف جدا، تمام؟ فده عكسها على طول، وعلى حسب برضو مضمون وحال الرؤية، تمام؟ ايه تاني؟ لو رحت مثلا حلمت ان انا بصلي في الكعبة، صلي في الكعبة، دي احلى حاجة. اول حاجة استجابة الدعاء، لان اصلا احنا هدفنا الاساسي ان احنا بنروح هناك عشان خاطر ندعي، تمام؟ اغلب اللي بيروحوا عمرة او بيروح حج، اول ما بيروحوا هناك بيبقوا رايحين هدفهم الاساسي طبعا بعد قضاء الفريضة الدعاء، تمام؟ فلما انا اشوف ان انا رايح هناك الكعبه ممكن بتدل على الزواج على حسب حال الشخص، تمام؟ قضاء امر لي، لو شفت ان انا بطوف بالكعبه الطواف يعد صلاه، فلو شفت ان انا بطوف بالكعبه واديك كل المراسم طيبه، ممكن لو انا مش متجوز هتجوز، لان هناك المكان عند الكعبه يسمى بالحرم ويقال حرم فلان، فاذا اقترن الامر قوي بالزواج او استجابه الدعاء او نقل من او الانسان ده هينتقل من حال لحال افضل، لان الكعبه في السعوديه والسعوديه جايه من السعاده، فاذا همر بفتره ربنا سبحانه وتعالى بسبب قربي من الله عز وجل، ولان الانسان لما بيروح هناك ما بيعملش حاجه غير العبادات، ان هو بيصلي وبيدعي وبيبقى قريب قوي من ربنا، فاذا في اضافه ليا او زياده ليا في الناحيه الدينيه، ده غير اصلا ان شاء الله ربنا يكتبها لي واروح فعلا، تمام؟ وكله برده على حسب مضمون الرؤيه. واحد بيقول لك اسمه استاذ عادل محمد، وانا دكتوره، انا نفسي اتجوز وكل يوم بحلم بالبنت اللي بحبها، هل هتجوزها؟ على حسب الرؤيه بتاعتك، احكي لي الرؤيه وان شاء الله ربنا يا رب يجعلنا نبشرك خير، ويا رب لو كان فيها خير ليك ربنا يعجل لك بيها يا رب، وان شاء الله يعني وتفرحنا قريب. في استاذ محمد بيقول لك انا بحلم بحاجات ومش بفتكر حاجه منها الصبح، بس بكون عارف اني حلمت بحاجه بس ناسي، مزعجه او كويسه. حلو، دي مش رؤى، ما تقلقش، الرؤى بتبقى رساله من الله كليه واضحه بتفضل علقه يعني عالقه في الذهن ما بتتنسيش ابدا. اللي انت بتشوفها دي اسمها ايه اللي هي التنفيسات عن الانسان، فاهم؟ اللي هي ايه، مش رؤية، فاهم؟ دي اسمها احلام، اللي هي الاحلام التنشيطيه، احلام تنشيطيه للعقل. فده ممكن انت تكون بقى فترة صعبة بتمر في، عندك ضغط في الشغل، ضغط في حياتك، في بعض الامور، فبتظهر في صورة منامات، وحتى تقوم من النوم عندك صداع، حس ان انت كنت ماشي طريق طويل ومش فاكر اي حاجة وعملت حاجات كتير وجسمك مرهق، زي ما الارض بتنفس عن نفسها بالبراكين وبالزلازل وكده، انت عقلك من رحمة ربنا بينا انه بينفس الطاقة السلبية عننا عن طريق الاحلام، تمام؟ الاحلام غير الرؤى، الاحلام بتكون الاحلام دي نوعين، اما من الشيطان بيجيب حاجة اسمها، في حاجة اسمها حلم شيطاني، الشيطان يجيب لي الحاجة اللي انا بخاف منها، انا بحب ولادي قوي او بحب زوجي قوي او بحب اهلي قوي، يجيب لي ان انا بخسرهم، ان هم بيموتوا. في شيطان موكل بده مخصوص اسمه الدهار، يقال له الدهار، الرسول عليه السلام اللي ذكر اسمه لما رأت السيدة فاطمة رؤية وكانت ازعجتها، فقال لها ايه، ان الشيطان يقال له الدهار هو اللي بعت لك الرؤية دي، تمام؟ دي حاجة.
الحاجة التانية دي الأحلام اللي هي إحنا قلنا إيه الشيطانية، يجيب لي الحاجة اللي أنا بحبها بفقدها، تمام، وبيكرر عليا. واحدة بتحب جوزها قوي، شوف إن هو بيتجوز عليها، شوف إن واحدة تانية جت خدته منها، مع إن أصلا إن أنت جوزك يتجوز عليكي في الحلم دي حاجة أنت لو عرفت معناها تفرحي، يعني مش حاجة وحشة، تمام؟ معناها إيه؟ هقول لكم معناها إيه. بصي، لو شفت إن زوجي بيتزوج عليا للمرة التانية، لو الحد ده معلوم، تمام؟ ده معناه لو الحد معلوم ليه تفسير، ولو الحد مجهول ليه تفسير. ده معناه اضافه ليه في الناحيه الماديه، ده معناه على طول ان هو يا هيدخل في مشروع جديد او هيشارك حد شغل، شغل مش جواز، تمام، بس هياخده منك شويه، تمام. فده وممكن تشوفي ان انت بتعيطي ومصدومه في الحلم، بالعكس ده انت هيجيله فلوس وهتبقى جايله فلوس كتير جدا والدنيا حلوه، يعني احلامه كتير بده، تمام. فده معناه ان الدنيا هتقدم عليه. طب لو انت حامل ليه تفسير تاني، لو انت حامل وشفتي زوجك يتجوز عليكي، ده معناه على حسب البنت دي، لو شفتي اتجوز واحده حلوه مثلا، تمام، فده معناه ان انت هتنجبي بنت. بس بصي على حسب كل حاجه ليها تفسير، وعشان كده قلت لكم حال الرؤيه او حال الرؤية عفوا بيفرق جدا في التفسير. طب في استاذه اسماء بتقول لك عصافير الكناريا لونها برتقالي، لونها برتقالي دخلت لي من الباب، كانت عصافير كتير، هي عزباء وبتشتغل. انت كنت مبسوطه بيها وكده ولا كنت خايفه منها؟ في سؤال تاني الاستاذه فاطمه بتقول لك دايما بحلم ان في ناس اعرفها مع اختلاف الاشخاص بيجروا ورايا، دايما بيبقوا عايزين يؤذوني، لكن ولا حلم تأذيت، دايما الحمد لله بمشي منهم، بس ببقى خايفه جدا للعلم الناس دي اللي هي بتجري وراها في مشاكل بينهم، لا أيوة. مره بيكون خالها، مره بيكون ابوها او حد من اعمامها او اخواتها، الناس اصلا هي في الاساس بتحبهم، لا ناس بتحبيهم، لا ما تقلقيش من الناحيه دي، تمام. ده الشيطان هنا بيعمل واقيع، تمام، لان لو حد بيدور وراكي او بيجري وراكي وهدفه اذيتك، هنا الشيطان بتبقى رؤيه شيطانيه بحته، تمام، عايز يفسد الود اللي موجود بينكم. طب لو حد انا بيني وبينه عداوه، ده معناه ان هو بيتتبع اخباري بهدف اذيتي، لو انا هربت منهم، لان الاب والاخ والناس دي بتبقى في الرؤيه حلوه جدا وبيكونوا محل سند، فالسند ما بيزيش. طب ازاي هيبقوا بيأذوني في الحقيقه؟ ممكن وجهه نظر مختلفة مني، ازاي، او وجهة نظر خاطئة مني، يعني احيانا ممكن والدي يقول لي اعملي كذا، تمام، يقول لي مثلا اعملي كذا، انا ده شايفة لو عملته ان هو هيكون فوق طاقتي، او انا مش حابة الموضوع ده، فهي تجيلك في رؤية بالمنظر ده، تمام، لكن بالعكس انا هكون على خطأ، لان الاب ما بيأذيش، فده معناه ان انا بتسرع لو شفت والدي بيجري ورايا وعايز يأذيني، اذا معناه ان انا راجع نفسي، لان الاب مش هيأذي بنته ابدا، الا في حالات نادرة، في حالة وجود مشاكل مع الأب والكلام ده، وفعلا لأن عافانا الله يا رب، دلوقتي احنا في زمن ممكن تلاقي فعلا آباء بتأذي أبنائهم، وبنشوف الحاجات دي كتير، أو في ناس مؤذية كتير يعني، ولا يستبعدوا، بيكون هنا التفسير هياخد مناط تاني خالص، فهمتوا قصدي؟ تمام. أستاذة أسماء بتقولك لا ما كنتش خايفة من العصافير، بس بعد كده فتحت الشباك. فتحت الشباك عشان يطلعوا. يعني هم دخلوا وطلعوا تاني؟ بص، هي في اخبار هتجيلك، اخبار معينه هتجيلك من امر معين، بس بما انك حبيتي تطلعيهم تاني، تمام، فهو موضوع هيبقى شاغل بالك فتره، تمام، واخبار هتجيلك عن طريق حد. حتى احنا يعني ايه، هقول لك حاجات تضحكك شويه، يعني دايما لما حد يجي ينقل لك خبر يقول لك ده عصفوره، صح، كل حته فيها عصافير، فده معناه ان انت في حد اصلا هيكون بينقل كلام، هيجيلك اخبار منه، بس انت مش هتحطي في دماغك ولا هتركي الموضوع ده، والله اعلم يعني. تمام، احنا نرجع بقى، بس العصافير اصلا ليها تفسيرات حلوه كتير بعيدا عن الرؤيه دي، احنا بنحكي هنا تفسير العصافير معينه على حد الرؤيه دي، كل رؤيه التفسير بيختلف فيها من الاخر برضه، عشان ما حدش ياخدها الناس طنبه، دي مش من الحاجات، العصافير من الحاجات اللي ليها تأويلات كتير، وليها تأويلات حلوه على فكره. تمام. الضحك، الضحك والعياط. ماشي، الضحك في المنام، لو شفت ان انا بضحك جامد قوي وخلاص مسخسخ حرفيا، ده وحش جدا، تمام، لان في ايه في القران بتقول لك ايه، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. طب البكاء، لو شفت ان انا ببكي من خشيه الله، او ببكي البكاء من خشيه الله توبه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هيكون في طبعا ايه المقصد، قصدي عفوا، هيكون في فرج للانسان، ده من ضيق كبير جدا، لان دايما الانسان يقول لك بعد ما بيعيط ان هو ارتاح، فده معناه ان الانسان ده في الحقيقه يعني ايه
مليء بالطاقة السلبية جامد جدا، تمام. طب لو شفت بقى ان انا بعيط، كنت بضحك جامد وقعدت اعيط، ده معناه ان في حد هيموت عندي. وليه؟ لان في آية في القرآن بتقول لك ايه، وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا، تمام. فعلى طول البكاء، اشوف ان انا بضحك وبعدين بعيط، فدي حالة من الوفاة او خسارة حاجة غالية عليا، تمام. ففي فقد الامر معين في حاجة مهمة، والله اعلم طبعا. تمام. في لو شفت شخص لسانه عبارة عن راس تعبان، يا ساتر، ده صعب قوي. ده معناه ان هو انسان لعان، او لسانه، عارف، بيقول لك لسانه عامل زي التعبان، يعني ده معناه انه حد لسانه صعب جدا في الشتايم، نقل الكلام، حد مش كويس خالص. فما بيقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، ان من اشر الناس من يتقي الله مخافة لسانه، تمام. فده اشر الناس عند الله سبحانه وتعالى، حد لسانه صعب جدا في يعني ولعان، بص يعني صعب قوي، يعني ربنا يعافينا من الناس اللي زي كده، حد متعب بيأذي بلسانه، فاهمين؟ ويا لهوي لو كل ما كان راس لسانه هي راس التعبان، الموضوع صعب، لان التعبان اصلا كل اذى في راسه. تمام. في واحده بعت رساله بتقول لي شفت اني في فرحي وشفت والدي رحمه الله عليه بيجري وفي حوت بلعه، معناه ايه؟ وتوفى ابي بعدها، هل له علاقه بموت هو والدي؟ لو انتي كنتي قلتي الرؤيه دي وكان والدك عايش ما كنتش هفسرها لك، لان الرؤيه دي احنا هنا هنمتنع عن تفسيرها، لانها كانت فعلا بتعني الوفاه. ليه؟ لان في آية في القران بتقول لك ايه، فالتقمه الحوت وهو مليم. الحوت هو قبر سيدنا يونس عليه السلام، حتى معروف ان قبر سيدنا يونس هو الحوت، تمام. فالتقام الحوت ليه، فده مش مستحب، فده معناه ان والدك كان هيمر بتعب وكان هيتوفى بالفعل بعد الرؤيه دي على طول، فاهمه؟ بلعت الحوت على طول معناها وفاه. لكن لو بلعوا الحوت ولفظوا ده كان كويس، لو بلعوا وطلعوا تاني ده معناه محنه صعبه جدا ومحنه صحيه كمان هيمر بيها، بس كان هينجي على اخر لحظه. عارفه لما حد يوشك على الموت ويرجع تاني، ده في حاله ان الحوت كان لفظه بره بقه، وكان وسيله اخراجه من المحنه دي كانت هتكون اللي هي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا هنا كان باعت العلاج وكان باعت الحل، تمام. لان بيقول لك ايه، فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. بس كده، تمام. الحمل بالنسبه للبنت العزباء، لا، لو بنت عزباء شافت ان هي حامل، الحمل اصلا في الرؤية معناه هم وثقل ومتاعب بتنتاب الانسان وحاجات هو بيكون كاتمها جواه. طب لو الحمل كان ظاهر، بيختلف بقى في اول الشهور في اخر الشهور الكلام ده، لو الحمل ايه، ثقل وتعب وهم الانسان شايله. وكمان لو بالنسبة للبنت العزباء ده ابتلاء في عرضها، ابتلاء في عرضها، يعني ايه، حد هيتكلم عليها في عرضها، والبنت دي ممكن تكون مظلومة أصلا وهتكون شايلة كلام كتير جواها. وبس عارفين كده، في ناس بتوصل من كتر شلة الهم ومن كتر الاكتئاب إنه بيظهر عليها، هي هيظهر عليها، لأن الحمل من الحاجات اللي ما بتستخباش. فناس كتير هتبقى عارفة إن البنت دي بتمر بمحنة قوية جدا. طب لو شفت إن أنا بولد وولدت بنت، الولادة على طول فرج من الهم ده. ليه؟ لأن في آية في القرآن بتقول لك إيه؟ فحملته أمه وهنا على وهن، يعني تعب على تعب. طب الولاده فرج وخلاص من الهم ده، محنه همر بيها، والمحنه دي هتستمر غالبا لحد 9 شهور، نفس مده الايه، الحمل. لو انا شفت نفسي ياسر حامل في الاول في التاني، دي محنه لسه هتبتدي. طب في الاواخر لا، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان انت قربتي، ان انت ربنا سبحانه وتعالى يعفي عنك. طبعا الوقت ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يعفي عننا في لحظه يعني. طيب اخر سؤال هنختم بيه، وهو لا، انا دلوقتي حلمت حلم، يمكن ده اتكلمنا فيه قبل كده انا وحضرتك وكان ووضحناه يعني. لما بصحى، الناس اللي بتفتح جوجل وبتفصل بتشوف التفسير، بتشوف التفسير من على النت، مش هتفهم حاجه، جوجل خاص بالمفسر. انا عايزين نوضح النقطه دي للناس، اللي معظم الناس بتعتمد مثلا هي حلمت حلم كبير، تدخل مثلا تشوف مثلا في التفسير اللي هو مثلا الازرق، انا شفت فيل في الحلم، يقول لك الفيل ده في الحلم دلاله على كذا. طب هو في تفاصيل كتير وبيبقى مدي اكتر من تفسير. بصوا، جوجل ده مرجع للمفسر، بمعنى اصح ايه، في عالم زي مثلا العالم القادري الامام ابن سيرين رحمه الله عليه، حط كل خبرته في قلب كتاب، او والكتاب ده نشروه على جوجل والكلام ده، ده مرجع للمفسر. كل رمز في التفسير ليه 1000 تفسير، تمام. انا نفسي كزينب لو هحفظ وهقعد احفظ من ده، تمام، انا بقرا في خبرات السابقين علشان اضيف العلم، بمعنى اصح ايه، انا هبقى عارفه استفيد بخبرة غيري،
تمام، ده بيزودنا انا بسرعه وبيخليني اكتر خبره، تمام. لكن الاصل التفسير يا جماعه في البدايه بيكون موهبه من الله عز وجل سبحان الله. وعلى فكره ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحط التفسير في قلب. وعايزه اقول لكم على حاجه، انت ازاي هتعرفي لان الرؤى مثلا سي انا شفت رؤيه كبيره قد كده، انتوا عارفين اصلا ان مده الرؤيه حاجه بسيطه خالص، يعني مثلا بتبقى مدتها بسيطه، الباقي ده بيبقى جزء نفسي، حشو في المنام. حشو في المنام اللي هي ايه؟ اللي بقى ايه، اضغاص بقى، جزء بقى داخل فيه اضغاص احلام، حاجات انا نفسي اشتريها، انا نفسي اكلها، حاجات بتخوفني. عشان كده المفسر حرفيا لما بيفسر الرؤيه ناس كتير تقول لي ايه ده، كانك عايشه معايا، ده انت قاعده في دماغي بسبب المنام. لكن انا هخش افسر على جوجل، جوجل بيبقى رموز كتير جدا، الرمز الواحد ليه 1000 تفسير. البيت ده ليه تفسيرات كتير جدا. سي انا شفت حد اداني بيت، انا محتاجه اسالك عشان افسر لك انت كانوا كام بيضه، لو من 1 لـ5 اذا هبص على انت متجوزه، هبص على عدد، هسالك عندك بنات قد ايه، تمام. لو انت حامل ليه تفسير، لو انت حتى نفسه انتوا لو دخلتوا على جوجل وكتبتوا اي تفسير هتلاقيه بيقول لكم بيسال على يعني لو انت عزباء ليه تفسير، لو انت متزوجه ليه تفسير، لو انت حامل ليه تفسير، لو انت راجل ليه تفسير. لان التفسير بيختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وانت هتفسري رمزيه، انا عايزه اقول لكم ان احيانا في رؤى احنا بنهمل بعض رموزها، لان في حاجه احنا بناخد الرموز الاساسيه في المنام، تمام. يعني انا بفضل اسمع حلم مثلا، ممكن هي اكلمها في الموبايل تقعد تحكي لي ساعه، هروح اقول لها تفسير رؤيتك قد كده. طب وفي رؤيه صغيره جدا الا ان هي شايله كلام كتير جدا، واقعد اتكلم فيها واشرح واجيب ادله فهمتوا قصدي يا جماعه. فجوجل ده للمفسر لا عليكم بيه، مش هيديكوا حل. وثانيين الانسان المفسر اصلا اللي يفسر رؤيه، تمام. ليه؟ لان انا كلنا بنجزع من اي حاجه فيها شر، فاهمين؟ حتى لو انت عارفاها مش هتعترفي لنفسك. فانت لو دخلتي على جوجل هتاخدي الله حلو ايه ده، هتتجوزي. وعلى كل اللي يخش على جوجل عريس وزواج، وعلى فكره في حاجات بتبقى غلط كتير فيه، تمام. ولان انا ممكن ان انا ربنا سبحانه وتعالى يلهمني بحاجه انا بفسر رؤى ما لقيتلهاش قبل كده تفسير على جوجل على فكره، تمام. ليه؟ لان مش معنى كده ان المفسر ما كانش عارف ده، لا، هي الفكرة احنا خبرتنا بنكتسبها من الرؤى اللي حضراتكم بتعرضوها والرؤى اللي احنا بنشوفها، دي خبرتنا ووقوعها على ارض الواقع. فهنا بنعمل الخبرة الجديدة، فهمتوا؟ وبتختلف باختلاف الازمان. اكيد ايام ابن سيرين ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش فيه تيك توك، ما كانش فيه، لان احيانا في ناس تروح تقول لي انا مثلا شفت كذا، شفت ان انا مثلا كان جاي لي بنت قالت لي انا شفت ان انا هي كانت مخطوبه وشافت ان هي شايفه نفسها على الـ كان هي قاعده شايفه فيديو ليها وهي ما بتنزلش فيديوهات، ما بتعملش اي حاجه والكلام ده، تمام. فده معناه انكشاف اسرار ليها على حسب بقى، ولان دي السوشيال ميديا او السوشيال ميديا والتواصل ووسائل التواصل الاجتماعي بتختلف. لو انا مثلا سي الفيديو ده كان فيه حاجه كويسه ليا، اذا هيشتهر عني امر بالخير. طب لو شفت مثلا لا قدر الله ان انا عريانه او بعمل حاجه مش كويسه، لا، ده معناه كشف ستر، تمام. وان انا رصيدي من الستر خلص مع الله سبحانه وتعالى، وهينكشف سر ليا انا مخبياه لو شفته على وسائل التواصل الاجتماعي، تمام. فبيختلف من حد لحد، بس كده. في استاذة فاطمة بعتة بتقول لك هي كانت مخطوبة، حلمت ان كان خطيبها ده في بيتهم، كان قاعد جوه اوضة بابا، تمام. بتقول لك وانا كنت عارفة انه جوه اوضة بابا، دخل الاوضة بابا، دخل الاوضة لقاه، قال له ايه ده يا محمد انت جاي هنا ليه؟ قال له جاي اسلم عليكم. طلع من الاوضة، دخل اوضة الضيوف، كانت ساعتها هي وامها وفاتها قاعدين بقى في اوضة الضيوف دي. اول ما هي شافته بصت له بصه مش حلوه كده، وهو زعل ومشي بره البيت. قبل ما يمشي وقف على الباب كده بيبص عليا، وزي يعني زي كده وكانه ندمان وزعلان، رحت انا سبته ودخلت، يعني سبته ودخلت مثلا الاوضه. هي عزباء مش متجوزه. انتوا سايبين بعض بقالكم قد ايه؟ وفي تواصل بينكم ولا لا؟ حاضر يا حبيبتي، والله هفصلك، ما تعيطيش. حد بيقول لك لو ما فسرتيش الحلم هعيط. استاذه اسماء لا، بعد الشر عليك، ما تعيطيش. استاذه اسماء بتقول لك حلمت ان هي ومامتها رايحين مكان بعربيه ونازلين جنب
جنبي ايه مش شايفه انا في ستار عندي حلم جنائز بيضه وعليها الصليب في المدرجات فرعونيه وفي ناس مسيحيين عايزيني انا وماما نقعد على قماشه بيضه مدوره كده عشان يحتفلوا بينا بس احنا ما رضيناش واحنا راجعين شفنا بيوت جميله جدا قلت لماما شوف البيوت حلوه ازاي ماشي واحده واحده بقى عشان ما نطشش الحلم شويه فيه كلام كتير طيب هو الحلم هو قصادك عشان ما حبيتي تقريه بصي بصي ركزوا معايا بقى كده علشان ايه بصوا يا جماعه رؤيه المسيحيين ورؤيه الكنائس تمام بيختلفوا طبعا مع احترامنا للكل حلمت ان انا وماما رايحين مكان بالعربيه فده معناه في امر انت هتسعي فيه انت ووالدتك ونزلتوا جنب كنائس بيضه وعليها صليب وفي مدرجات فرعونيه تمام وفي ناس مسيحيين في موضوع قديم هيتفتح تاني تمام وفي ناس مسيحيين عايزيني ان انا وماما نقعد على قماشه بيضة مدوره كده عشان يحتفلوا بينا بصي هو في موضوع بصي المسيحيين بيكونوا طبعا في رؤى بتقول تمام لحظه واحده اقول لها ايه مش فاهمه افسره لها برايفت خلاص افسره لك برايفت تمام خلاص ابعتيهولي اول ما اخلص اللايف يا اسماء وافسرهولك تمام استاذه فاطمه بتقول لك سايبين بعض من شهر 10 اللي فات ومفيش تواصل بينا بس هو حاول يرجع وانت هترفضي بالظبط كده اولا حته ان هو دخل اوضتك فده معناه ان هو هيتدخل شويه هو اصلا شويه عفوا كان بلغتنا احنا كبنات كان حشري بيحشر نفسه في حاجات خاصه ما ينفعش ان هو يتجاوزها تمام لو هو كان معاكي كنت هقول عليه كلام تاني حته ان هو دخل في الاوضه ووالدك قال له انت بتعمل ايه وكده فده معناه كانت بالفعل محاوله رجوع ليه عايزه اقول لك على حاجه انت الموضوع لسه مأثر عليكي نفسيا بس برضو انت لسه هو موجود في دماغك او لسه ممكن عشان ما مرتيش بتجربه تانية او انت قفلتي عقلك وحياتك عليه فمازال الموضوع فيه جانب كبير جدا نفسي تخيلي بقى والله اعلم طبعا فلو كرر الحلم ده تاني فده معناه ان هو ممكن يحاول يتواصل معاكي حتى تقولي ممكن تقولي لا ده احنا بعدنا هو اتجوز هو مش عارفه ايه اه انت ممكن تبعتيهولي على البيج بتاعتي وانا افسرهولك يا اسماء تمام احنا كده خلاص كده الاحلام بتاعتنا خلصت النهارده اتكلمنا في كل حاجه مشاهدينا مشاهدي موقع سين في كل مكان النهارده كنا معاكم لتوضيح ومعرفه الاخطاء الشائعه في علم الرؤى وتفسير الاحلام وايضا ننتظر تفسير احلامكم على رسائل الصفحه انتظرونا في الحلقه القادمه ان شاء الله نشكركم جدا شكرا السلام عليكم مساء الخير طبعا انا النهارده طالعه على المنصات الاعلاميه الجميله المحترمه ثاني طبعا كنت قبل كده طلعت بخصوص الاواضي الملفقه اللي عملها لي طليقي وكان في النهارده المفروض حكم فالحمد لله طلعت براءه من تاني قضيه ملفقه طبعا الاول تحياتي لمشاهدين القنوات والمنصات المحترمه وطبعا ببعت شكري طبعا للمدير الامن السويس ومدير المباحث وجميع والقضاء مصر الناس المحترمين اللي طبعا بيشهدوا بكفاءتهم كل الدول العربية وعلى رأسهم مصر أم الدنيا طبعا زي ما بنقول طبعا شكري ليهم وللكفاءة وطبعا لسيادة المستشار ياسر اللي كان ماسك القضية اللي مسميينه وملقبينه في العيلة عندنا المحترم فعلا الشخصية المحترمة اللي عندها دين وعندها أخلاق تختلف عن العصابة اللي أنا وقعت فيها طبعا على رأسهم طليقي ومجموعة المحاميين واللي هنذكر بعد كده ان شاء الله اسمائهم اللي عملوا لي الاواضي الملفقة وتسببوا في حبسي كذا يوم تسببوا في تعب نفسي دي والحاجات انا عمري ما تخيلها ولا شفتها اواضي كلها ملفقة طبعا ومعايا ما يثبت صحي كلامي طبعا في الحاجات دي كلها الحمد لله طلعت من قضيتين لسه في واحدة عاملها هنا بقى طريقي بقى اجيب اسمه بقى فطبعا يعني لجأت للمنصات الاعلامية عشان نظهر العصابة دي اللي كانت طبعا عليا والحمد لله الحمد لله ان انا في حاجات ايجابية جدا معايا وناس جميلة معانا من الاعلام ومن الناس المحترمة اللي وقفوا مع الواحد لاظهار براءتي وعلى رأسهم سيادة المستشار ياسر خلف طبعا الرجل المحترم
فيعني حبيت ان احنا نطلع عن الاعلام عشان نشوف الشبكه اللي اتعملت عليا دي واوضحها للناس كلها ويعرفوا ازاي احنا في بلد قانون وبلد زي كده يبقى فيها محاميين يلفقوا القواضي والتهم وتحجز على اساس تهم كلها فيك هتحجز والحاجات دي كلها لازم ان انا اطلع اظهرها واعرف المحاميين دي والناس تعرفهم المحاميين المفروض ان احنا بنجري عليهم عشان ينقذونا لما يبقى في عندنا مشكله عندنا حاجه نلجا لهم لا ده انا اللي فوجئت بيه ان يعني هم اللي بيلفقوا لي التهم عشان يحبسوني ارضاء لطليقي تم عليا تشهير في منطقتي من جريده هنا برضو تشويه سمعه قواضي ملفقه محاميين طبعا رجل الاعمال طليقي اللي بيقول انا صاحب فلوس ونفوذ بس ما حدش كبير على ربنا وعلى القانون المصري والناس المحترمين اللي زي ما بنقول على طول زي ما في ناس ما عندهاش ضمير ولا عندها دين ولا عندها اخلاق احنا بنقول ان في ناس محترمه عندنا في بلدنا ويستاهلوا فعلا المناصب والكراسي اللي هم قاعدين عليها اللي ما ينفعش حد يضحك عليهم وما ينفعش الناس دي تدخل تضحك عليهم ولا ينفع التلفئات اللي بتحصل من ظلم وافتراء وتم عليا انها تضحك انتوا هتضحكوا على ناس زي كده ناس محترمه وعندها دين وعندها اخلاق وببعت شكري ليهم بجد يعني والحمد لله انا فرحانه وسعيده جدا النهارده لان كان عليا حكم النهارده في قضيه ملفقه قضيه نصب واستيلاء وطلعت منها براءه القضيه الثانيه على التوالي قبل كده معمول لي ايصال من محاميه مزور ارضاء لطليقي صاحب النفوذ والفلوس وانا بطالب ان انا صوتي يوصل للمسؤولين لان انا معايا حاجات تانية لسه ما ظهرتهاش وعايزه اتواصل برضو مع المسؤولين عشان دول لازم الناس كلها هتعرفهم والايام الجايه باذن الله هنطلعهم كده باسمائهم واسمائهم كلها لان دي عصابه اتعملت عليا وكل طبعا الناس بتسال ليه علشان قلت له انا اتجوزت بعد وفاه جوزي الله يرحمه قعدت سنتين اتطلقت منه 3 مرات جيت قلت له الحياه بينا مستحيله يعني مستحيله حصل حاجات معايا تجاوزات منه فوق العاده كده منه من طليقاته من ولاده وخلاص رضيت بالامر الواقع فوجئت ان انا نازل عليا وابل من تلفئات القواضي كل ده عشان قلت لصاحب الاعمال صاحب الفلوس والنفوذ انا خلاص انا وانت الحياه مستحيله بينا وفاجئ بعد كده بقواضي ملفقه ومحامين داخلين فيها عشان ربنا اصلا ما بيحبش الظلم ولا بيحب الافتراء وانا مش هقول غير حزب الله انا افتكره كده ويموت هقول حزب الله ونعم الوكيل في الناس اللي زي كده دول فساد على الارض وبطالب المسؤولين والجهات المختصه لان انا معايا حاجات لسه ضدهم ومعايا تهديدات ومعايا حاجات لازم اوصلها لاعلى المستويات واعلى المراكز وعارفه ان في عندنا ناس محترمه وناس عندها دين وناس عندها اخلاق وفعلا يستاهلوا المراكز والمناصب والكراسي اللي هم قاعدين عليها. تمام، انت ايه يا استاذه ماجده ممكن توضح للمشاهدين ايه القضايا اللي كانت منسوبه ليكي؟ انا كان منسوب ليا قضيه نصب واستيلة كان اللي عاملها يعني رجل اعمال ويعتبر دراعه اليمين وصديقه صديق طريقك وقضيه تزوير عاملاها محاميه تبعه برضو المحاميه دي عملت لي ايصال مزور واستعملت توكيل من الناس استعملته وعملت لي ايصال مزور ارضاء لرجل الاعمال صاحب الفلوس والنفوذ وحبستني على حس الايصال المزور ده والقضيه اللي هي بتاعه النصب دي اتحجزت فيها لما رحت سالت في اسم حلوان هنا اتحجزت على حس الكلام ده 3 ايام ظلم وافتراء ولا اعرف حاجه عن القواضي دي طلعت منها براءه الاثنين معايا ما يثبت صحه كلامي معايا ترابطهم ببعض كلهم وعلاقتهم ببعض كلهم ودلوقتي في قضيه لسه بقى معموله في حلوان هنا لمحامي في حلوان هنا طبعا الناس مش
مش عارفه تساعدني ازاي وتعمل معايا مصور لي قواضي تانية تتعمل لي. انا مش هسكت عن الكلام ده خالص، لو هموت بس لازم الناس دي تعرف، الناس تعرفهم كلهم، المحامين اللي هم بيلفقوا القواضي للناس، المفروض اللي هم حالفين يمين الله وحالفين ان احنا لما بنروح مظلومين المفروض حد ظالمنا نجري عليهم عشان ينقذونا، انا الاقي نفسي قاعدين يلفقوا لي في تهم وعايزين يحبسوني ظلم. انا مش هسكت على الكلام ده خالص، يعني لازم يوصل للناس المحترمه اللي عندنا اللي عندهم دين واخلاق وناس محترمين ومعايا حاجات تانية، مش يعني هظهرها في وقتها، معايا حاجات تانية. الناس بقوا يحاولوا يساعدوني اطلع من الدوامه اللي انا فيها دي، عمل لي في السويس قضيه وعمل لي في حلوان قضيه وعمل لي ايصال مزور محاميه بقت تجري فيه في حلوان هنا وتجري في السويس عشان تحبسني اكثر عقوبه للقاضي، تقول لي للقاضي انا بطالب باكثر عقوبه عليها وهي عليها قضيه تزوير، هي دلوقتي يعني المحامية انا هحطها في قضيه تزوير. يعني المحاميه اصلا متهمه بقضيه تزوير؟ المحاميه دي حضرتك استعملت التوكيل من الناس ضدي ارضاء لطليقي صاحب الفلوس والنفوس، واستعملت التوكيل من وراهم، والناس جم عملوا بعد كده محضر اللي عرفته ان هي استعملت التوكيل من وراهم عشان تحبسني بايصال مزور. جم قالوا ان هم ما يعرفونيش ولا انا عمري اتعاملت معاهم في امور ماديه، وعملوا محضر فيها بخيانه امانه، بخيانه امانه. معايا ما يثبت صحه كلامي، راح للقاضي في القضيه هناك بتاعه السويس اللي هم عاملين هاري ناس، بتقول له انا بطالب باكثر عقوبه عليها، هي المزوره دي بتطالب باكثر عقوبه عليا. فطبعا كل ده انا مش هسكت عنه، لان اساسا حرام لو انا سكت على الناس دي، دول فساد في الارض وعصابة معمولة عليا، عصابة معمولة عليا، ومين استكت خالص عنهم لحد ما ان شاء الله صوتي يوصل لأعلى المستويات، عشان ده حرام اللي حصل ده، من تشهير لقواضي لحبس ظلم في اسم حلوان هنا 3 ايام. انت ايه اللي حصل على حس الكلام ده استاذة ماجدة؟ ايه اللي حصل بينك وبين طريق ادى للوصول للمرحلة دي؟ ده انا عشان قلت الرجل الاعمال صاحب الفلوس والنفوذ، انا وانت الحياة بيننا مستحيلة، انا جوزته بعد وفاة جوزي، قعدت 2 سنين معاه، طلقت 3 مرات، مفيش تفاهم، مفيش تفاهم. لقيت وابل من القواضي نازل عليا، وابل من القواضي نازل عليا، لا عارفة اشوف شغلي، لا عارفة اشوف ولادي، لا عارفة اشوف والدتي، ست كبيرة مسنة، مفيش حاجة أصلا عملتها، حتى حاجتي نفسها أنا اللي ليه حق عنده كبير، حق كبير، لأن حصل تجاوزات منه في يوم الطلاق ده غير عادي، واتسامحت وقلت عند ربنا كتير، وخد حاجتي كلها، طلعت باللبس اللي عليا، أفاجئ إن أنا عادي تعمل لي في قواضي وواخدة حكم غيابي اللي أنا طلعت منه براءة النهاردة 3 سنين، واتشهر بيا في منطقتي، في منطقتي، وأخيرا طم القبض ومستريحة حلوان على جريدة هنا في حلوان. كل ده هيظهر وهوصل الموضوع ده للرأي العام. انا مش هسكت على اللي حصل معايا ده ابدا، وكل دول هخليهم كده يظهروا قدام الناس كلها، يعرفوا الناس الفساد على الارض، ويعرفوا العصابة دي، والله بإذنك يا رب، ربنا ما بيرضاش بالظلم، وما بيرضاش بالظلم ولا بيحب الظلم، والناس دي ظلموني، وكل حاجه اتعملت فيا، تشهير، قواضي، كل ده عشان ايه؟ عشان رجل الاعمال قلنا له انا وانت مش متفاهمين. كل ده والدتي تعبت، انا دكاتره رايحين جايين عليها بسبب المواضيع اللي انا اتحطيت فيها دي، انا لا عمرنا محضر عملناه في حد، ولا محضر اتعمل فينا، ولا محضر، ولا دخلت اسم ده، انا ما كنتش عارفه شكل الاسم ده من جوه. وانا دول كلهم لازم كده يوصلوا، هوصلكم قضيه راي عام، انا هوصلها قضيه راي عام، عشان اللي اتعمل فيا ده مش قليل خالص، يعني اللي اتعمل فيا ده من شويه محاميين ورجال اعمال وتلفئات تهم، ليه يعني؟ فانا صراحه يعني مش عارفه، ده انا حتى اللي بقى يسالني يقول لي انت معمول لك قواضي، اقول لهم مش عارفه، اسالوا المحامي. يعني سألوا سيادة المستشار، وأنا مش هسكت عن الموضوع ده خالص، وإن شاء الله بإذن الله زي ما في ناس زيهم ما عندهمش أخلاق
ولا عندهم ضمير ولا عندهم دين. احنا عارفين ان احنا عندنا في مصر هنا ناس محترمة وناس يعني مناصب محترمة ويستاهلوا فعلا الكراسي اللي قاعدين عليها. احنا في دولة قانون يا استاذة مجدي. احنا دولة قانون وانا عارفة وبقى عندي ثقة في ربنا يا استاذنا. انا عندي ثقة في ربنا غير عادية. انا بقيت بص اروح كل الجلسات بتاعتي انا مش عارفة اصلا اللي انا في ناس بقت تسألني تقول لي اواضي ايه مش عارفة ارد. سيادة المستشار اللي كان بيرد احنا ما نعرفش طول عمرنا مش معمول لنا اواضي ولا طول عمرنا دخلنا اقسام ولا طول عمرنا دخلنا النيابات دي ولا عمري وقفت قدام قاضي. ليه كل ده؟ ليه؟ ويعمل لي منع سفر ويقول لي ده حكم نهائي وتشهير بيا معايا في جريده هنا في جريده هنا في حلوان تشهير بيا ابقى قاعده في بيتي بفطر مع والدتي. اخيرا طم عليها القبض عليها مستريحه حلوان. انا مستريحه بس باخلاقي وديني. انا مستريحه فعلا الاسم عجبني بس انا مستريحه باخلاقي وديني وتربيتي. انما دي ناس لا عندها اخلاق ولا عندها دين ولا عندها ضمير ولا عندها تربيه ان يقعدوا يظلموا ويلفقوا الناس. انا مش هسكت خالص وهطلع على كل المنصات الاعلاميه لحد ما صوتي يوصل للمسؤولين واسمعهم واوريهم بنفسهم اللي حصل معايا. وبقت في شهر رمضان قاعده اجري في على السويس وعلى الاسماعيليه عشان ايه ويقول انا هقعد اصرف لحد ما احبسها. تحبس مين؟ احنا بلد قانون. وانا قلت وقبل كده طلع فيديوهات وعندي قنوات اسمها ماجدة محمد قايله التلفئات وقايله احنا بلد قانون. وان شاء الله باذن الله انا دلوقتي قضيتين طلعت منهم وفي واحده عاملها ان شاء الله هطلع منها الله. بس هعرف العصابه دي كلها قدام الناس كلها مين ماجدة عبد الخالق ومين العصابه اللي ما تعرفش ربنا ولا عندها دين ولا ضمير دي. تمام. حابه تضيفي حاجه تانية يا استاذه ماجدة؟ لا ربنا يخليكم وشكرا جدا لاستجابتكم انتوا منصات وناس محترمين وعندنا عندنا يعني ناس محترمين ويعني الحمد لله انا اللي انا عايزاه قلته. وان شاء الله باذن الله كل المنصات الاعلاميه اللي هتيجي لازم شويه كده هيطلعوا باسمائهم كلهم العصابه دي. هو طريق حياتهم شغال ايه اصلا يا استاذ؟ هو صاحب مولات هنا اجهزه كهربائيه يعني كل ما يكلم يقول انا صاحب نفوذ وفلوس. ما يعرفش ان في اللي احسن من كل ده ربنا اللي ما بيرضاش بالظلم. وانا النهارده والله سعيده جدا ببراءتي بس هبقى اسعد لما حقي يجي لي من الناس دي وهاخد حقي منهم. هم اي نعم عصابه ومش عايزه اقول لك شبكه اتعملت عليا من كل ناحيه بس ربنا يعني ربنا كبير ومعايا ناس محترمه. وسياده المستشار ياسر اللي يعني صراحه جاله تهديدات جاله حاجات كتير بسببي جدا. وفي محامين بقوا يمسكوا القواضي دي ويطلعوا منها بسببه. وسياده المستشار ياسر جاله تهديدات بالصوت معانا صوت جاي لنا تهديدات انا وهو مش هو ومش عارفه ليه كل ده يعني مش عارفه ليه وعايزه اعرف ليه. ويتعمل لي منع سفر ويتعمل لي فقاضي. اعتقد ان منع السفر سقط من عن حضرتك ببراءتك من القضيه النهارده خدت براءه في قضيه الناس اللي بقوا يشهروا بيا بقعده بفطر مع والدتي. اخيرا تم القبض عليها مستريحه حلوان. طبعا مستريحه ده انا مستريحه عندي دين واخلاق ومتربيه لازم ابقى مستريحه. انتوا ربنا مش هيريحكم والله ما هتشوفوا راحه في حياتكم كلها وهفضل ادي عليكم لحد كده ما اموت. والله بجد انا مستريحه فرحانه بالاسم ده جدا. تمام. احنا بنشكر حضرتك جدا استاذه ماجده. اتفضل استاذ ياسر. معانا ايضا المستشار ياسر كان متولي قضيه الاستاذه ماجده هيوضح لنا اكتر ايه هو الموقف القانوني للاستاذه ماجده. احنا سبق وعملنا مع حضرتك لقاء هنا على منصة سين وسألنا حضرتك سؤال. حضرتك فاكر السؤال؟ الاول لازم الاول اسلم على السادة المشاهدين واللي انا بتكلم فيه. احنا سبق وعملنا حديث اتكلمنا فيه من قبل عن مشكلة الاستاذة ماجدة والحمد لله كان من ضمن الحديث ان احنا نوهنا فيه ان كان في جلسه محجوزه للحكم جلسه 16/7 جلسه اليوم. الحمد لله فضل من رب العباد ان
ربنا اكرمنا بعد جهدنا وبعد سعينا عشان بنظهر الحق، والحمد لله اتحصلت على براءه من حكم كان منسوب اليها بثلاث سنوات في بيع احدى الفلل واستيلاء على مبلغ كبير 2 مليون جنيه. طبعا الاتهام كان ظلم واتعمل فيه اجراءات، والحقيقة انها طبعا يعني احنا انا توليت القضيه في اخر درجه من درجات التقاضي، والحمد لله كان ربنا وفقنا وسعينا وابتدينا نثبت للمحكمه براءتها. وطبعا انا بشكر على الوجه الخاص السيد مدير امن السويس السيد اللواء عبد الرحمن هريدي، وبشكر برضو السيد اللواء سعيد عابد، لان احنا طبعا لما جرينا توجهنا اليهم في مديريه الامن بشكوى لاحد الساده الضباط في الاموال العامه على اساس ان اجرى تحريات طبعا ما كانش مناط ليها او شامله بالحقيقه، وعملنا محضر على ذلك الاجراءات. وبشكر برضو بالاخص الرجل المحترم الرجل الخلوق صاحب الرساله الحقيقي انا بفتخر بيه كمأمور اسم عتاقه السيد العميد محمد عادل، والحمد لله بفضل من ربنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا براءه ليها، وان شاء الله اللي جاي بقى هناخد برضو اجراءاتنا القانونيه طبعا بعد ما نتوصل لاسباب حكم المحكمه في البراءه، وهنبدا ناخد حقوقها بقى من ذلك الاشخاص وذلك الجرائم اللي هي انتسبت اليها، وهنفحص فحص قانوني شامل بحيث ان احنا نقدر نجري عشان نجيب حقها. عايزين نسال حضرتك سؤال، ما ايه موقف الاستاذه ماجده من منعها من السفر بعد سكوت بعد اللي هي كسبت القضيه اللي كانت مرفوعه عليها اللي هي قضيه النصب والاستلام؟ هو الاول احنا نقول موقف المنع من السفر طبعا استند على اجراء طبعا كان ادخله اللي هو بيدعي ان هو مجني عليه في القضيه. قال ان الاستاذه ماجده ان ممكن وارد ان هي تهرب وتسيب البلاد وتتهرب، والحكم يعني ايه يضيع حقه حسب ما هو قال. فطبعا السيد النائب العام صدر قرار بمنع من السفر لاستاذه ماجده على اساس فصل القضيه، والحمد لله فصل القضيه خدت براءه النهارده، فقرار منع يعتبر اتزال اثره، وان شاء الله احنا بعدها طبعا نقدم طلب للنائب العام ونثبت فيه ان هي خدت براءه، وان شاء الله قرار المنع انتهى اثره يعني ان شاء الله. تمام. ايه هي القضايا اللي كانت منسوبه للاستاذه ماجده في البدايه خالص؟ لا هي القضايا اللي انتشرت حضرتك كنت قلت لنا ان هي كانت شبكه عنكبوتيه وكانت قضايا من كذا زاويه، كان ليها كذا اتجاه، عايزين نعرف من حضرتك ازاي انت استلمت القضايا من استاذه ماجده، يعني استلمتها كان وضع ايه؟ وحضرتك كان السفرات والحلول بتاعت حضرتك كانت ايه؟ والله القضايا طبعا استاذه ماجده لما توصلت ليا بعد معاناه كتيره من الساده المحاميين اللي هي اتعاملت معاها، وللاسف كان استاذه ماجده سهل تاخد براءه، بس لو كان معاها محامي كويس عنده ضمير هيجري ان هو يسعى ويجيب لها حقه، لكن للاسف طلاق يعتبر استخدم كافه طرق احتياليه وتواطؤ مع بعض من المحاميين، لان هو اثناء العلاقه الزوجيه خلاها تعمل اكتر من كذا توكيل قضاء اكتر من كذا محامي، وهي طبعا عشان هي الست مش فاهمه وكان على ثقه كامله في زوجها في ذلك الوقت كانت بتلبي رغبته وتعملي لي توكيل. معلش نوضح للمشاهدين النقطه دي، هي كانت استاذه ماجده بتعمل توكيلات، هو كان بيطلب منها تعمل توكيلات للمحامين اللي هم المحامين بتوع هم الشخصيين، هو كان بيتوهمها على اساس ان هو رجل اعمال بيجيب حاجات استيراد وتصدير، ممكن ينزل حاجه على اسمها، ممكن يعمل كذا في اجراء كذا، طبعا دي العلاقه اللي بينهم. هي طبعا هي الست ما عندهاش مشاكل ولا عندها مبرر عشان تعمل توكيلات لحد، يعني اول مره تعرف يعني ايه توكيل وتعرف يعني ايه محاكم وايه قضايا، طبعا هي ست مسالمه، لكن التوكيلات اللي اتعملت كمان ما كانش ليها مبرر قانوني، لكن بناء على طلب ايه طلقه. فالست طوعيه واختيارا طبعا زوجها في ذلك الوقت طوعته، كان هو بيعد الاعداد والعده ويرتب، وكان بعض الساده المحاميين طبعا معارفه وهو اللي عارفهم، مجرد هي راحت عملت توكيلات في الشهر العقاري حطت اساميهم فقط، ابتدى يحضر بقى بتخطيط اثناء الطلاق كان 25/3/22 طبعا تم الطلاق بوسيله اكراه وتعرضت للقصه دي. طبعا لما جت استاذه ماجده طبعا الست ممكن احنا نشوفها كمشاهدين ونقول او ننتقد او نقول، لكن بالفعل كل واحد له شخصيته وطبيعته وتربيته تختلف عن الاخر. فطبعا جت استاذه ماجده مع
ما قدرتش تعمل حاجة، وخوفها من أولادها من بطش رجل الأعمال ونفوذه وثروته واستخدامه هي أكتر من كذا حاجة يعني. ويمكن حلوان كتير تعلم شخصية ذلك الرجل. المهم على أثرها قعدت سكتت كافت خيرها شرها، رغم هي ما عندهاش وعي بالقانون يعني. هي لو كانت عملت محضر في الأول عن وقعة الإقرار كان اختلف الوضع قريبا عن المرحلة اللي احنا وصلنا ليها، ولكن بالفعل الحمد لله بفضل من ربنا احنا سعينا وابتدينا نفحص ونتحرك برجلينا كمان عشان نشوف صحة الأمور ونخش القرية السياحية ونوازن ما بين الفعل اللي هو بيعقب عليه قانون العقوبات في التهمة اللي توجهت ليها وما بين صحته وعدمه. الحمد لله بفضل من ربنا كون فريق بحث برضه عشان يثبت حقها، وابتدينا نجيب كافة المستندات اللي هي تربط علاقة المجني عليه بطريقها، لأن برضه كان المجني عليه شاهد على زوجاته وطلقاته من أشخاص آخرين. بفضل من ربنا ثبتنا للهاء الموقرة قضاء مصر العظيم الجميل الحقاني بعيد عن أي حاجة، لأني لكل مجتهد النصيب. القضاء دي برضه مستنداته براهين، ولكن الحمد لله بفضل من ربنا قدرنا نثبت للمحكمة المستندات والبراهين الدالة على براءة الأستاذ المجدي، والحمد لله ربنا أكرمنا ووفقنا الحمد لله وتحصلت على حكم البراءة بجلسة اليوم الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. كان سبق وسألت حضرتك سؤال، ايه هو الموقف القانوني في حالة ثبوت التهم او القضايا الملفقة للأستاذة مجدة عليها، وايه هو الموقف القانوني اللي انتوا هتتخذوه في حالة براءتها من القضايا الملفقة ليها؟ الحمد لله احنا صدر حكم البراءة، بس احنا المفترض في مدة قانونية على اساس يطلع الحكم ونشوف في المحكمة الاسانيد والحسيات اللي هي موجودة في الحكم، وبناء عليه ان شاء الله طبعا ناخد الاجراءات الكامله بتاعتنا وناخد ورقنا وان شاء الله هنرجع طبعا، لان ده في القانون هيعد بلاغ كاذب وطبعا في اساءه استخدام حق التقاضي، وان شاء الله لينا اجراءات طبعا للرد، ده شيء اساسي يعني. والقانون ما بيفرقش ما بين غني ولا فقير، وبيدي برضه المظلوم يعني. المحكمه مش معناها محكمه براءت طبعا المظلوم، المظلوم له حقوقه برضه، القانون شرع والمشرع المصري مد حقوق للمظلوم اللي خد براءة يعني. دلوقتي يعني احنا وقعنا مثلا او لينا الحق ان احنا نرفع بلاغ كاذب وندعي مدني ونطالب فيه، وتعرض برضو مسألة القانونية والجريمة اللي هو ارتكابها طبعا في ضد الأستاذة مجدي. دي بالنسبة للوضع الحالي يعني، خلينا مش هفترض اي حاجة، انا دلوقتي في مرحلة في الوضع الحالي، مش هنتكلم في الخطوات اللي جاية. الخطوات اللي جايه ان شاء الله هنبدا ممكن نتواصل مع المنصه الاعلاميه او مع بعض القنوات، وبعدين الغرض ان احنا مش بنعمل حاجه زي كده، ده كويس برضو ان في اعلام بيظهر ويبقى في مسؤولين تتصدى للموقف ده وفي لجان رصد تشوف الموضوع ده. وطبعا انا عارف ان القيادات الوطنيه في ظل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر في ترقب لكل ما هو مصار من مشاكل او خلافات، عارف برضو ان في قيادات بتسعى وطبعا بتبحث وتشوف الوضع ايه، وان شاء الله بلدنا جميلة وفيها قيادات جميلة وقانون وقضاء، مش فيش حد ان شاء الله يتظلم بمشيئة الله طبعاً. في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا نشكر جدا حضرتك يا استاذ، حابب تضيف حاجة تاني؟ انا بشكر السادة المشاهدين وبشكر المنصة. الف مبروك ليكوا البراءة، وبشكر حضرتك على وجه الخصوص، وبشكر كل القائمين على ذلك المنصة، وبرضو بوجه رسالة طبعا اي حد اتظلم اجري على حقك، ربنا هو اللي قال كده مش القانون بس يعني، خلينا في الشرع، اجري على حقك ربنا مش هضيع حق حد. ولو في اي حد برضه انا بعرض من خلالي، لو في اي حد قصدني في اي حاجه بس يكون صاحب حق انا مش هتاخر عنه، انا جهدي اوقف عليه من ربنا قبل ما من مهنتي، وان شاء الله خلينا كلنا نسعى ان كلنا نبقى كويسين ان شاء الله بشيء ان شاء الله. استاذه مجده، حابه حضرتك تضيفي حاجه قبل ما نختم الحلقه؟ لا والله انا برضه بعرض شكري للمشاهدين وللمنصات الجميله.